بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي دلوقتي المحاضرة رقم 14 في الـ ENT والرابعة في النوز بعنوان الـ Allergic Rhinitis والـ Polyps والـ Tumors. الـ Allergic Rhinitis يعني Allergic Rhinitis يعني أنفك حساسة لشيء معين، تمام؟ Allergy يعني إيه حساسة لشيء معين؟ يعني كل ما تتعرض لحاجة معينة على طول تتخانق مع الحاجة دي. طب تتخانق إزاي؟ ترشح، تتسد، حرقان اللي هو itching، تمام، تعطس وهكذا. يبقى اذا هي عباره عن ايه؟ عباره عن سندروم، هي مش ديزيز، هي عباره عن سندروم. كل ما تتعرض لحاجه انت حساس ليها على طول هي تروح تتفاعل مع الحاجه دي، لان في ايمونوجلوبولين بيتكون من الاميون سيستم وتروح على الميكوزا بتاع النوز. طيب يبقى عباره عن ايه بقى؟ allergic rhinitis هايبر سنسيشن، هايبر سنسيتيفيتي اوف ايه؟ اوف ساينونيزال ميكوزا، ميكوزا اوف ذا نوز اند ساينسز اجينست انتيجينيك ماتيريال في الجو. كل ما تتعرض للانتيجينيك ماتيريال دي الاميون سيستم بتاعك تروح مكون ايمونوجلوبولين اي، الايمونوجلوبولين اي يروح على المصل بتاع النيزال ميكوزا ويستنى الانتيجين لما يدخل تاني علشان تقوم بينه وبين الانتيجين معركه. الايمونوجلوبولين اي اللي هو الانتي بودي اللي الاميون سيستم بتاعك افرزه والانتيجينيك ماتيريال اللي دخلت عليه، تقوم المصل تفرقع وتطلع الكيميكال ميديتورز. هي دي الخناقه بتاع الالرجيك راينايتس. يبقى عباره عن ايه بقى؟ هايبر سيستيفيتي اوف ذا ميكوزا اوف ذا نوز اند ساينسز اجينست انتيجينيك ماتيريال كاركترايزد باي، اول ما يتعرض الانتيجين كاركترايزد باي ريكرنت اتاكس. الاربع حاجات هم الاربع حاجات: سنيزنج، عطس مستمر، سنيزنج، اتشنج او بيرننج، تمام، وبعدين راينوريا، بايلاترال ووتري. ما ينفعش الحساسيه تيجي ناحيه واحده، بايلاترال ووتري نيزل ستشارج اللي هي راينوريا ونيزل اوبستراكشن برضه بايلاترال، مفيش حساسيه ناحيه واحده، تمام. يبقى اذا هايبر ستيفيتي اوف ساينو نيزل ميوكوزا اجينست انتيجينيك ماتيريال، تمام، كاركترايز باي ريكرنت اتاكس. الاربع حاجات: عطس، حرقان، رشح، انسداد، تمام، اربع حاجات. طيب يعني هي حساسيه هايبر سيفتي رياكشن تايب 1. ارجع لسنه ثالثه، فاكر في سنه ثالثه لما خدت الهايبر سيفتي رياكشنز كان تايب 1 و2 و3 و4. كان تايب 1 يا جنرالايزد سيستميك اللي هي عباره عن انافيلاكسس، ولوكالايزد اللي هي عباره عن اتوبي. هي دي الاتوبي بقى اللي هي لوكالايزد الرجي. الاميون سيستم بيكون ايمونوجلوبولين انتي بودي ايمونوجلوبولين اي اي جي اي، يروح على المصل بتاع النيزل ميكوزا يبقى اسمها الرجيك راينايتس، يروح على المصل بتاع البرونكيال ميكوزا يبقى اسمها برونكيال ازمة، يروح على المصل بتاع السكين يبقى اسمها الرجيك درماتيتس، يروح على المصل بتاع الكونجنكتيفا يبقى اسمها الرجيك كونجنكتيفايتس. هي دي الاتوبي، الاتوبي يا اما في السكين يا اما في الكونجنكتيفا يا في النوز يا في البرونكاي برونكيال ازمة، تمام. يبقى عباره عن اتوبي اللي هي لوكالايزد هايبر سيفتي رياكشن تايب 1. طيب يعني عبارة عن إن أنا متضايق من فلان، كل ما أشوف فلان أتنرفز، وشي يحمر وضغطي يعلى، أنا حساس لفلان. طب أنا ما شفتش فلان، أنا كويس. يبقى كل ما يتعرض للأنتيجين على طول تجي لك الأتاكس بتاع الأربع حاجات اللي قلتهم: سنيزنج، إيتشنج، راينوريا، نيزل أوبستراكشن. إيه أنواع الحساسية بقى؟ الألرجيك راينايتس يا إما حساسية موسمية سيزونال زي الهي فيفر، حمى القش، تمام؟ تيجي في مواسم معينة زي موسم حرق القش، وفي نوع برينيال يعني طول السنه زي الهاوس داست مثلا، كل ما تنظف البيت تيجي لها حساسيه، يبقى اول راوند ذا يير. في برينيال مع سيزونال اكسسربيشن يعني حساسيه سنويه وتزيد في مواسم معينه. دي ريزوم سريع. بص الست دي بتعمل ايه؟ واحد راح يخطبها، تمام، وجايب لها هديه اهو، واتيفر فشار ولا ايه، فاول ما شمت الريحه عطس 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 عطس، تمام، وحرقان ودموع وهكذا. بص دي بقى واحد راح يخطبها عماله تعمل له كده اكلان او اتشنج او بيرنج سنسيشن، تمام. هي دي الحساسيه يا جماعه، الرجيك راينايتس. بالمناسبه الحركه دي بيسموها تحيه الحساسيه، يعني لما تلاقي ولد في طابور المدرسه الصبح مع الجو البرد الصبح واقفين في الطابور كل الطلبه واقفين كده يحيوا العلم، والولد اللي عنده حساسيه تلاقيه واقف عامل كده علشان ايه؟ لما مناخيره تاكله ما يحركهاش من بعيد، فتلاقيه عمال يعمل كده بيحيي الحساسيه بتاعته. الرجيك سليوت، الرجيك سليوت. نيجي بقى لاسباب الحساسيه.
علشان تحصل الحساسية لازم يكون في two factors. أولا predisposing factor، فاكتور بيعرضك لأن يجيلك حساسية، و exciting factor، فاكتور هيجيك، فاكتور هيجي الحساسية اللي جواك. بمعنى أنت دلوقتي يا دكتور بتقول لي أنا حساس لمحمود، كل ما أشوف محمود ضغطي يعلى، وشي يحمر واتنرفز. طيب يبقى أنت يا دكتور فيك حاجة غلط، أنت عصبي. ومحمود في حاجة غلط، إنه غلس، صح؟ يبقى إذا two factors، حاجة جوايا أنا predisposing factor، وحاجة بره محمود غلس external factor exciting factor. البريديسبوزنج فاكتور جينيتك، انت عندك فكرة ان الكتب بتكتب ان الحساسية فيها 50% بوست فاميلي هيستوري. الست دي اول ما راحت الجنينة الراجل كان بيقص النجيلة، قعدت تعطس وترشح ومناخيرها تاكلها، يبقى مامتها كده، خالتها كده، عمها، خالها، وهكذا. يبقى جينيتك فاكتور، الكتب بتكتب 50% لكن هي اكشوالي انا في نظري 100%. في كمان انفيرومنتال فاكتور اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا تشينج ان تمبريتشر. يعني انت عندك دول الخليج من اكتر دول العالم فيها حساسيه انف، ليه؟ لان الدنيا حر جدا هناك، الجو حار، وبيعيشوا في التكييف كل حياتهم في التكييفات، فوانس خرج للحر بيحصل ديستراكشن للسيليا، بتكسبوز ان يجي له حساسيه اكتر من غيره. كمان في ايموشنال فاكتور، الايموشنال ستريس، العصبيه، تمام؟ كل ما تتعصب مناخيرك ترشح وتاكلك وعينك تدمع وهكذا، ده بنقول predisposing factor. نيجي بقى للexciting factor، الحاجات اللي هتهيج الحساسية. الحاجات اللي هتهيج الحساسية، الالرجين ده اللي هو الانتيجين، هيدخل ازاي؟ بالشم، يبقى inhalant، ولا بالاكل ingestant، ولا بالحقن injectant، تمام؟ ولا infection يبقى infectant، ولا contact ممكن، تمام؟ يبقى اذا ممكن inhalant، الست دي inhalant مجرد ما شمت ريحة النجيلة، تمام؟ يبقى انهيلانت زي حبوب اللقاح البولنس، تمام؟ في السيزونال راينيتس، والهاوس داست في البرينيال راينيتس. انجستنت زي ايه؟ الحاجة المشهورة اللي العينين يقولوها، اكل سمك لبن بيض يا دكتور قبل ما يخرج من عندك، اكل سمك لبن بيض. انجستنت هو اي حاجة ممكن تعمل حساسية، مش السمك واللبن والبيض بس، المانجا تعمل حساسية، الفراولة تعمل حساسية، البنانة تعمل حساسية، وهكذا. بس يعني يمكن ده الكلام المشهور عندنا، سمك لبن بيض. انجكتنت، طبعا اشهر مثال بنسلين، ممكن واحد يجي له هايبر سيفتي رياكشن من البنسلين. انفكتنت خدناها، الرجيك فانجل ساينوسايتس، الرجي اجينست الفانجل انتيجين، الله الفانجس اللي دخل ده مش بروتين مش انتيجين، اتكون انتي بودي ضده، تمام؟ من الجسم، هو ده الانتيجين انتي بودي رياكشن اللي هو الالرجي. كونتاكت، بنوته قبل ما تنزل الجامعه وقفت قدام المرايه وبتحط الفيس باودر، اول ما حطت الفيس باودر والميك اب قعدت تعطس وترشح ومناخيرها تاكلها وعينيها تدمع وتحمر، حساسه للفيس باودر، يبقى ده كونتاكت، او حساس لماتيريال او لبس معين، يبقى ده كونتاكت، تمام؟ قعد يهرش في جلده وهكذا، تمام؟ يبقى اذا علشان تحصل الحساسيه لابد من بريديسبوزنج فاكتور جوايا، انا ورثت الجين عن اهلي، تمام؟ ده البريديسبوزنج فاكتور اللي جوايا، ولابد من توافر العنصر اللي هيهيج الحساسيه، اكزايتنج فاكتور اللي هو ده الاكزايتنج فاكتور. ده بالنسبة للأسباب. نيجي بقى الميكانيزم. أنت بتقول أنت حساس لمحمود. أول مرة في حياتك تشوف محمود، أنا هديك مثال بسيط قوي. أنا دخلت أدي محاضرة في الكلية، تمام؟ أول مرة أشوف مجموعة الطلبة دول، فما كنتش أعرف مين محمود فيهم. فوأنا بدي محاضرة كل شوية محمود يقوم ويسأل ويعمل انتربشن، اتضايقت من الواد ده. فلكن ما عملتش حاجة، ده أنا أول مرة أشوفه. تاني محاضرة دخلت قبل ما ابتدي شرح، لمحت محمود في وسط الطلبة، بدأ يتكون جوايا ضيق منه، تمام؟ وشي احمر واتغاظ، مجرد ما محمود جاي يتكلم رحت متنرفز. تالت مرة دخلت لقيت محمود وكل شوية يسأل، لقيت نرفزت عليه جامد بقى، فطبية. هي دي الحساسية. أول مرة يتعرض للأنتيجين الإيمين سيستم بيكون لسه مش عارفه، وبالتالي ما بيعملش فيه حاجة غير إنه إيه؟ بيكون ايمونوجلوبولين ضده، انا مش حابب الشخص ده، تمام؟ تاني مره بقى الانتيجين جاي يدخل، لقى الانتي بودي بيستناه، حصل انتيجين انتي بودي رياكشن. يبقى اذا الميكانيزم او الباثوجينيزس بتاع الحساسيه، الفيرست اكسبوجر، اكسبوجر فور ذا فيرست تايم تو ذا انتيجين للالرجين، ادى الى فورميشن اوف اي جي اي للاميون سيستم، ادى الى
انه يكون ايمينوجلوبين اي راحت على الماست سيل بتاع السينونيزال ميوكوزا، ميوكوزا اوفثانوس اند سينوسس، قعدت على الماست سيل تستنى الانتيجين لما يدخل تاني. دي اول مره يعني راحت للماست سيل اهي، دي الماست سيل بتاع النيزال ميوكوزا، استنيته لتاني مره بقى ري اكسبوجر اللي هو التاني مره بقى والمره الثالثه والرابعه والخامسه الانتيجين جاي يدخل لامين اللي بيستناه ايمينوجلوبين اي الاي جي اي على الماست سيل، راح حاصل معركه بينهم انتيجين انتيبودي رياكشن نتج عنها ان الماست راحت مفرقعه دي جرانيوليشن اوف ذا ماست سيل، راحت مطلعه المواد الكيماويه اللي جواها كيميكال ميدييتورز زي ايه سيروتونين سلو رياكتنج سبستانس اوف انفلاكسس ليوكوترينز وهكذا تمام هيستامين اهم حاجه الهيستامين معايا. يبقى اذا علشان كده بنعالج الحساسيه بالانتيهيستامين، يبقى طلعت الكيميكال ميدييتورز اللي جواها. الكيميكال ميدييتورز بقى الاكشن بتاعها خمس حاجات، ايه هم الخمس حاجات اللي هي الاكشن بتاع كيميكال ميدييتورز اول ما المص فرقعت؟ اول حاجه فازوديليتيشن وانكريز ذا كابيلاري بيرميابيليتي فالميوكوزا ورمت، انكريز سيكريشن اوف ذا سيروميوسينس جلاندز رشحت، ايديما في الميوكوزا ورمت وبالتالي المناخير سدت، سموث ماسل كونتراكشن يمكن ده اكتر في البرونكيال ازمة بس برضه سدت، سيلولار انفلتريشن ويز ايزينوفيلز تلاقي الايزينوفيلز زادت لوكال، هي هتزيد سيستميك في السيرم بتاع العيان وهتزيد لوكال. اذا يا جماعه ده عباره عن خمس حاجات نتيجه للكيميكال ميدييتورز. ايه هم الخمس حاجات؟ الخمس حاجات دول فازوديليتيشن وانكريز كابيلاري بيرميابيليتي، انكريزد سيروميشن سيكريشن رشح، ايديما في الميوكوزا ورمت وبالتالي المناخير سدت، سموث ماسل كونتراكشن، سيلولار انفلتريشن وايزينوفيلز. على فكره انا كده قلت لك نشخص الحساسيه ازاي، لوكال في ايزينوفيليا في السكريشن هنا في النوز، وسيستميك في الدم في ايمينوجلوبين اي عالي الاميون سيستم كونه اللي هو بيروح على الماست سيل. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاع الحساسيه، انت قلتهم لي يا دكتور كل ما تتعرض للانتيجين يجي لك اربع حاجات، ريكرنت اتاكس اوف سنيزنج itching, rhinorrhea, nasal obstruction. الrhinorrhea bilateral rotary والobstruction bilateral. يبقى دول الاربع حاجات. sneezing, itching, rhinorrhea, obstruction. ماشي الكلام؟ كل ما تتعرض للانتيجين. ما تعرضتش للانتيجين. ما عندكش حاجة. طيب. هل ممكن اكتر من نوع حساسية يجي لنفس الانسان؟ المانع. ممكن يبقى عنده allergic rhinitis وconjunctivitis هي الحاسية allergic rhinitis وbronchial asthma ده في common association allergic rhinitis ودرماتيتس المانع إذن ممكن يبقى عنده other allergic manifestation وإحنا بنقول الأطبي عبارة عن A B C D ده الأطبي عامة ال A allergic rhinitis ال B bronchial asthma C conjunctivitis allergic conjunctivitis وال D allergic dermatitis المانع ان يبقى واحد او اكتر من دول يا اخي ده في association بين الallergic rhinitis والبرونكيال ازمه اسمه Sumter's disease او اسد رايات اللي هو بيبقى ثلاث حاجات allergic rhinitis برونكيال ازمه aspirin hypersensitivity لو خد اسبرين تبقى مصيبه ده في ناس عندهم كده الاسد رايات او Sumter's disease هنا واسبرين sensitivity ماشي يبقى اذا recurrent attacks الاربع حاجات وممكن يبقى فيه other allergic manifestation وهتشوفها في عيادتك كتير قوي ان واحد عنده allergic rhinitis بروكال ازمه واحد عنده allergic rhinitis وعنده spring catarrh او allergic conjunctivitis. نيجي بقى للاكزامينشن ده السيمبتومز نيجي للاكزامينشن والله اللي عنده حساسيه ده مش مريض ده عباره عن حساس ضد شيء معين اذا لو ما تعرضش للشيء المعين ده هو نورمال يبقى ان بتوين الاتاكس العين كومبليتلي نورمال ما عندوش حاجه تمام طب اثناء الاتاك انت تعرضت المحمود باين على وشك وشك احمر ومتنرفز ومتعصب معايا يبقى اثناء الاتاك الميوكوزا هتبقى بيل بلوش ايديميتاس ايديميتاس اهي ايديميتاس وبيل بلوش التربنتس انلارج ده اهي يبقى ايديميتاس وبيل بلوش بالذات بتاع التربنت تمام ممكن الاقي نيزل بوليباي ممكن تلاقي نيزل بوليباي الله هي نيزل بوليبس ده عباره عن ايه ايديميتاس ميوكوزا اهي بوليب اهي وبوليب اهي وبوليب اهي بالذات لو الاثمويد ميوكوزا حصل لها ايديما اشمعنى الاثمويد ميوكوزا؟ لانها لوزلي اتاتشد ميوكوزا مجرد ما تتنفخ تروح مدلدله تدلدل بالجرافيتي الميه تقلتها الايديما اللي فيها تروح مكونه بوليبس
تمام، هي دي الحساسيه. يبقى اذا وانا بكشف عليه يا اما ان بتوين الاتاك مش هلاقي حاجه، يا اما ديورنج الاتاك الاقي بيل بلوش ايديمتس ميكوزا سبيشال اوف ذا تيربنتس، يا اما الاقي نيزال بوليبس لو الايديمتس ميكوزا دي بتاع الساينس قعدت تدلدل تدلدل وخرجت على الميتس على النيزال كافيتي. الانفستيجيشنز بتاعت الحاسيه، ايه الانفستيجيشنز اللي بعملها المريض الحاسيه علشان اديتكت الانتيجين اللي هو حساس ليه؟ على فكره الحاسيه اتشخصت كلينيكال ريكرنت اتاكس اوف سنيزنج ايتشنج راينوريا نزل اوبستراكشن كل ما يتعرض للانتيجين انتهينا. لا انا عايز في الانفستيجيشن اعرف هو حساس لايه، ايه الحاجه اللي بتجيب له الاتاك. يعني مثلا انت بتدخل محاضره لما بتشوف محمود ضغطك بيعلى وشك يحمر وتتعصب، انا عايز اعرف مين اللي بيعصبك في وسط الطلبه دول. محمود معايا؟ هو ده الانفستيجيشن، عايز اعرف مين الانتيجين اللي بيجيب لك الحساسيه. تمام، لان العيان على فكره ممكن ما يعرفش، ممكن يبقى اكتر من انتيجين. بنلخصها في كلمه كسر، كسر تمام. 2 سي اللي هي سايتولوجي وتشالنج، 2 اس اللي هي سكين بريك تيست والسيرم اي جي اي، 1 ار اللي هي الراست راديو انرجو سوربال تيست واحد. تمام، يبقى 2 2 1 كسر. بص بقى نيزل سايتولوجي، اخد مسحه سواب من النوز هلاقي فيها ايزينوفيليا عاليه جدا، ده اول سي. والاس دي اللي هي السيرم اي جي اي الاقيه عالي، يبقى لقيت حاجه عاليه في الدم وحاجه عاليه في اللوكال ميوكوزا. ايزينوفيليا هنا، انت عارف ايزينوفيليا دي في اي حساسيه، كان في الباراسايتولوجي السنه اللي فاتت في سنه ثالثه كل حاجه يقول لك ايزينوفيليا ايزينوفيليا علشان انت حساس للبارازايت معاه البارازايت انفستيشن. يبقى حاجه عاليه في الدم اي جي اي وحاجه عاليه لوكال ايزينوفيليا، ده نمره واحد. ونمره اربعه نيجي بقى للسي الثانيه اللي هي النيزل تشالنج تيست. تشالنج يعني تحدي، انا هتحدى مناخيرك ازاي؟ انا مش عارف يا حساس الان انتيجين، انا عندي في العياده 10 انتيجين، انت جاي تقول لي يا دكتور انا بعطس وبرشح ومناخيري بتاكلني وبتسد، لما يتعرض لايه؟ ما اعرفش يا دكتور، انا عايز اعرف لما اتعرض لايه علشان اقول لك ابعد عنه. فانا عندي 10 سبريز في العياده، هجيب لك سبراي نمبر 1 وابخه في مناخيرك، ما حصلش حاجه. نمره 2، نمره 3، نمره 4، نمره 4 اول ما بخيته جالك الاتاكس بتاع الحساسيه، مناخيرك رشحت ودمعت وقفلت وكلتك يبقى هو ده انا بتحدى مناخيرك، كده عرفت انت حساس لايه؟ اسمه نيزل تشالنج تيست. انهاليشن اوف انتيجين يؤدي الى الاتاك، انهاليشن اوف انتيجين يؤدي الى الاتاك. تمام كده؟ خلي بالك من حاجه، انت كده عامل العيان فار تجارب وعمال تجرب عليه الانتيجين. التيست ده بيقول لك يفضل ما تعملوش، عارف ليه؟ العيان جاي لك نورمال، خرج من عندك من العياده متبهدل، عينيه حمراء ومورمه ومناخيره قافله وبرشح، اذا مش هيجي لك تاني، يبقى يفضل ما تعملوش، ولكن لازم يتقال نيزل تشالنج تيست. تمام؟ السكين بريك تيست، بدل ما تتحدى انفه تتحدى جلده، بريكنج اللي هو وخز، ده الفور ارم بتاع العيان، هجيب الفور ارم واعمل له فيرتيكال لاين وكذا هوريزونتال لاين. هنا انا قسمت الفور ارم الى 10 خانات وعندي 10 انتيجين، ماشي الكلام في عيادتي، ده في عادات الحساسيه بيتعمل. هعمل بريكنج اللي هو واخذ للانتيجين نمبر 1 هنا، نمبر 2 هنا، نمبر 3 هنا، نمبر 4 هنا، وهكذا لغايه 10، واستنى 20 دقيقه واشوف بعد 20 دقيقه العجله الحمراء ارذيم تصويل اكتر من 20 مللي، 20 دقيقه واكتر من 20 مللي اللي هو 2 سم. تمام، اتكونت فين؟ بص بقى، دي عجله حمراء اهي، دي عجله حمراء اهي، دي عجله حمراء اهي، دي عجله حمراء اهي. يبقى هو حساس للانتيجين نمره 1 و2 و3 و6 و5 و5. تمام كده؟ يبقى انا عرفت هو حساس لانهي انتيجين. يبقى برضه عملت العين فار تجارب، بس بدل ما شممته في النيزل تشالنج تيست عملت له بريكنج. ده التيست اللي بيتعمل في الصيدليات للانتي بايوتكس والكلام ده اللي هو السكين بريك تيست. ماشي، اخر حاجه بقى الراست، راست اللي هي ريديو اليرجو سوربان تيست. يا عم انت عامل لي العيان فار تجارب، عمال مره ترشله في مناخيره انتيجين ومره تعمل له بريكنج بالانتيجين، ايه ده؟ هو العيان فار تجارب؟ فراحوا مكتشفين حاجه بدل ما تعملها على العيان ان فيفو تعملها ان فيترو اللي هي الراست،
ريديو اليرجو سوربان تيست، ريديو اليرجو سوربان تيست، تمام؟ اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي 10 انتيجين في عياده الحساسيه بتاعتي، تمام؟ بروح جايب عينه من السيرم بتاع العيان واقول له روح بيتكم انا هعمل تجارب على السيرم بتاعتك، مش هعمل تجارب عليك نفسك، يبقى دي ان فيترو، تمام؟ وعندي 10 سلايدز، احط كميه شويه من السيرم على كل سلايد، وبعد كده احط الانتيجين نمبر 1 على سلايد نمبر 1، الانتيجين نمبر 2 على سلايد نمبر 2، والانتيجين نمبر 3 على سلايد نمبر 3، وهكذا. يبقى انت عملت ميكس بين الديفرنت انتيجينز والسيرم بتاع العيان على ديفرنت سلايدز، واشوف انهي سلايد هيحصل انتيجين انتيبودي رياكشن فيريديو امينو اسي، تمام؟ اللي يحصل فيها رياكشن يبقى ده حساس لي. يبقى كده انا عملتها ان فيترو ريديو اليرجو سوربان تيست، احترمت ادميه العيان معايا، يبقى ده اهم انفستيجيشن. وبالتالي الانفستيجيشنز بتاع الحساسيه انا عايز اديتكت العيان حساس لايه، اللي هي كسر 2 سي 2 اس والاخيره ار ريديو اليرجو سوربان تيست. نيجي للتريتمنت بتاع الحساسيه، علاج الحساسيه. والله لو قدرت تعرف لما العيان بيتعرض لايه، بيجي له الاتاك، انصحه يبعد عنه، افويد اكسبوجر للكوستيف انتيجين للالرجين، تمام؟ الكوستيف انتيجين ده اللي هو الحاجه الحساس ليها. يعني مثلا واحد بيقول لك ايه، دكتور انا كل ما اغسل وشي بالصابونه الصبح عينيا تحمر وارشح ودمع ومناخيري تقفل، الصابونه دي نوعها ايه؟ لوكس، ابعد عن الصابون اللوكس. الصابونه دي نوعها ايه؟ مثلا كامي، ابعد عن الكامي، وهكذا. الشامبو بنفس الكلام معايا. يبقى افويد اكسبوجر للاوفندنج انتيجين لو قدرت تعرفه. في حاجه اسمها ميديكال تريتمنت اللي هو فارماكو ثيرابي، اللي هو ايه؟ بهدي له الحساسيه، يعني بدي له حاجات اجينست الكيميكال ميديتور اللي طلعت زي الانتي هيستامين، تمام؟ بدي بمنع المصل انها تفرقع، ادي له كورتيزون كانتي الرجيك وهكذا. دي اسمها فارماكو ثيرابي، اللي هو انتي هيستامين زي لوراتيدين والديسلوراتيدين حديثا، تمام؟ او الستريزين والليفوسيتريزين اللي هي نون سيديتنج انتي هيستامين. ادي له لوكال دي كونجستنت نيزل دروبس، تمام؟ فازوكونستريكتور سيمباثومايميتك علشان الكونجيشن والفازوليتيشن وسداد الانف. بس خلي بالك افويد برولونج ديوز علشان ما يجيلوش راينايتس ميديكامنتوز، قلناها قبل كده ريباوند فينومينا، وهيبوظ الماسكلوزا بتاع البلاد فيسل. فاكر الاستيك بتاع بنطلون البيجامه، تمام؟ ممكن ادي له ستيرويد كورتيزون، يا لوكال زي البيكلوميثازون نيزل سبراي، يا سيستميك زي الديكساميثازون، تمام؟ ده كانتي الرجيك. ممكن ادي له حاجات تثبت المصل تمنعها انها تفرقع، مصل ستابلايزر زي كيتوتوفين والدايسوديوم كروموجلايكيت. على فكره بقى المصل ستابلايزر بتمنع المصل انها تفرقع، وبالتالي دي بروفيلاكتيك مش كيوريك، مش ثيرابيوتيك، يعني بتمنع الكامينج اتاك، بتمنع المصل انها تفرقع المره الجايه، فانت بتديها له كبروفيلاكسس. اما الحاجات الثانيه بتديها له كتريتمنت معايا، يبقى المصل كبروفيلاكسس. طيب نيجي بعد كده للهايبوسنسيتايزيشن. دكتور انت بتقول انت حساس لمحمود، كل ما تدخل مدرج وتشوف محمود ضغطك يعلى، وشك يحمر وتتعصب. طب ايه رايك ان احنا نعودك على محمود؟ ازاي يعني؟ يعني مثلا محمود بيجي يحضر المحاضره كامله وينرفزك، انا هخليه النهارده يحضر 5 دقائق، بكره يحضر ربع ساعه، بعده يحضر نص ساعه، فتتعود عليه. اتعودت عليه خلاص، تمام؟ بتبقى بلط من ناحيته من الاخر، اللي هو ايه؟ gradual increasing doses of the antigen. بانجكت الانتيجين in gradual increasing doses، النهارده سمول دوز، بكره اكبر شويه، بكره اكبر شويه، فيتكون بلوكينج انتي بوديز اللي هو اي جي جي بدل الاي جي اي. تروح الاي جي جي على الماست سيل، الماست سيل اهي بتاع النوز، الاي جي جي تروح تقعد على الماست سيل اللي عليها الاي جي اي اصلا، فيجي الانتيجين يدخل يلاقي الاي جي جي عائق بينه وبين الاي جي اي، بنسميها بلوكينج انتي بوديز. تروح هي متعامله مع الانتيجين بدل الاي جي اي، تمنع الانتيجين انتي بودي رياكشن ما بين الانتيجين و الاي جي اي، يعني دي البلوكينج انتي بوديز عملت بلوك، وهنا الاي جي اي وهنا الانتيجين، قوات حفظ السلام معايا. وبالتالي ده الافكت بتاع الهايبوسنسيتايزيشن اللي هو جرادوال انكريزنج دوزز من الانتيجين.
طيب هل الحساسيه لها علاج جراحي؟ لا طبعا، الحساسيه دي حاجه في الاميون سيستم، والاي جي اي بتنطر على النوز الرجيك راينايز، تنطر على الاي الرجيك كونجكتيفايتس وهكذا، ملهاش علاج جراحي. ولكن الافكت بتاع الحساسيه لها علاج جراحي زي ايه؟ الافكت اوف اوبستراكشن، حصل انلارجمنت في التربنت، كرونيك هايبرتروفيك راينايتس من كتر ما الاديمه حصلت، اديمه حصلت، اديمه حصلت، وفازوليتيشن التربنت كبرت، كنا سميناها كرونيك هايبرتروفيك راينايتس في المحاضره الثانيه. تمام؟ اذا بعمل ريدكشن للانلارجد انفيريور تربنت، واحده من ثلاث طرق، يا اما بارشل تربنكتومي اهي، يا ليزر تربنكتومي هي هي بالليزر، بشيل التلتين اللي ورا واسيب التلت اللي قدام، يا اما سب ميوكاس دايثيرمي علشان اكششها، تقوم المناخير تفتح كانت مسدوده، يبقى العلاج للاوبستراكشن. طب ولو اتكون نزل بوليباي زي دي، يبقى بشيل البوليباي بالمنظار اندوسكوبيك ساينس سيرجري. اذا العلاج الجراحي بتاع الحساسيه للافكت بتاع الحساسيه اللي عملته اللي هي الانسداد، لكن الحساسيه بتفضل، الحساسيه مالهاش علاج جراحي. لحميات الانف بقى، النيزل بوليبس او نيزل بوليباي، بتنطق بوليبس او بوليباي بس الاصحاوي بوليباي اللي هي جمع بوليب. تمام؟ ايه الديفينيشن بتاعها؟ عباره عن ايديميتس ميكوزا، الميكوزا بتاع النوزل ساينسز دلدلت للنيزل كافيتي عن طريق الميتس، بقت في النوز، يعني الميكوزا اتملت ميه ايديميتس، قعدت تدلدل بالجافيتي، تدلدل تدلدل، خرجت من الميتس بقت بوليب، خرجت من الميتس بقت بوليب، خرجت من الميتس بقت بوليب. هي دي النيزل بوليب، كانت عامله لايننج للساينس، لا دلدلت بالجرافيتي لما الاديمه تقلتها زي الشراب، راحت وقع في النوز، يبقى عباره عن ايه؟ بيدانكيوليتد بيديكل، يعني كده لها رقبه مفعوصه، لها رقبه، بيدانكيوليتد ايديمتس ميكوزا بتبرولابس من الساينس انتو ذا نيزل كافيتي عن طريق الميتس. لو نزلت من الاثمويد، طبعا الاثمويد مالتيبل كافيتس هتبقى مالتيبل بوليباي، لو نزلت من الاثمويد هتبقى اسمها اثمويدال او الرجيك بوليب زي دي. لو نزلت من الماكسيلاري ساينس اللي هو الماكسيلاري انترم هتبقى سنجل، لان الماكسيلاري انترم واحد زي دي وهترجع لورا، يبقى اسمها انتروكوينال بوليب، لان الماكسيلاري اوستيوم فاتحه على ورا، يبقى انتروكوينال بوليب وتروح على الكوينا والنيزوفارينكس. هو ده النيزل بوليبس، بيدانكيوليت ايديميتس ميكوزا بتبرولابس من الساينس للنيزل كافيتي. انا بشبهها على ايد عنب مدلدله، او شراب واتقلع من رجلك، او جوانتي، جوانتي وتقل، بص جوانتي وبعدين بقى في ميه، دلوقتي ماده الجوانتي دي كانت لازقه في الجلد، لا ثابت، ليه؟ لان بقى في ميه قديمه اهو، بص بقى في ميه هنا اهو، بص بقى في ميه تقلتها اهو، ايه ده؟ ده تقلت قوي، هي دي البوليفاي اهي، دلدلت بالجرافيتي. على فكره دي كانت عامله لايننج للساينس ميكوزا، لما جافها ايديما ميه اهي دلدلت، راحت الاثمويد مالتيبل كافيتس، الميكوزا بتاع الكافيتي ده دلدلت، الميكوزا بتاع الكافيتي ده دلدلت، بتاع ده دلدلت، دلدلت دلدلت، فتبان بتلمع وسموس وسوفت ويتحرك كده. تمام؟ يبقى هي دي البوليباي، هي دي البوليباي، ايديميتس ميكوزا ودلدلت. تمام كده؟ يبقى ده عباره عن بيدانكيوليتد ايديميتس ميكوزا بتبرولابس من الساينس للنيزل كافيتي. الاسباب ايه؟ اسباب النيزل بوليبس ايه؟ الكوزس قلنا الرجيك راينيتس، الالرجي عملت ايديما في الميكوزا بالذات بتاع الاثمويد، لانها لوزلي اتاتشد ميكوزا اهي، في الصوره اللي تحت دي باينه اهي، اهي الاثمويد اهي. تمام؟ ممكن انفلاميشن وعمل انفلاماتوري ايديما كرونيك اثمويدال ساينوسايتس، ممكن، ممكن الاثنين، انفلاميشن والرجي. تمام؟ عملوا لي ايديما، انفلاماتوري ايديما والرجيك ايديما، دلدله الميكوزا. ده في حاجه رابعه، الالرجيك فانجل ساينوسايتس، فاكرينها؟ الرجي اجينست الفانجل انتيجين، كان بيعمل نيزل بوليباي، لان الانتيجين انتي بودي رياكشن ادى الى ايديما، فدلدله الميكوزا. الالرجيك او الاثمويدال بوليب، ده الاثمويد ساينس، الحته دي ده الاثمويد ساينس، مالتيبل كافيتيز، كافيتي اهو وكافيتي اهو وكافيتي اهو وكافيتي اهو وكافيتي اهو، كل كافيتي الميكوزا بتاعته بتتقل بالايديما وتنزل تدلدل، نزلت بوليب 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 وهكذا، يبقى بوليباي،
زي الشراب اللي مقلوع بالعكس دلدل، زي الجوانت اللي قلت لك عليه اهو تاني اهو. بص دي بقت بولب 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 بولب، بتبقى سوفت وموبايل كده تمام. دي كانت لازقه قبل كده فوق، لا دلدلت دلدلت تحت، كانت كده بقت كده تمام. يبقى هي دي الميزه بولب. يبقى اذا الالاجيك او الاثمويد البولب ده عباره عن ايديمي تصميم كوزا اوف ذا اثمويد بتدلدل من الميدل ميدس لو هي انتو اثمويد. ومين لي اكتر انتو اثمويد؟ ساعات من البوستيريو اثمويد يبقى هتنزل من السبيروميتس برولابسد من الميتس على النيزل كافيتي. يبقى هو الاثمويد اهو كافيتي واحد اهو، الميكوزا بتاعته دلدلت بقت كده تمام جريب لايك. دي كانت الميكوزا هنا طبعا ملت الساينس وراحت مدلدله من كتر الإديمة تمام. طيب الكلينيكال بيكشر بتاع النيزل بوليباي، سيمبتومز اوف الرجيك راينايتس، العين عنده حساسيه انف اصلا اللي هي سنيزنج واتشنج ورانيولا نيزل اوبستراكشن. بس في حاجه الاوبستراكشن بقى بيرسيستنت. الاول الاوبستراكشن كان بيجي كل ما يتعرض للانتيجن علشان بيحصل اديمه في الميوكوزا وهيبرتر في التربنت، دلوقتي بقى في بوليباي سده يبقى الاوبستراكشن بقى بيرسيستنت. يبقى الاوبستراكشن بقى بيرسيستنت تمام. طيب البوليب دي لما حصلت، بص للصوره اللي قدامك دي، الماكسيلاري ساينس هنا تحت العين، البوليب لما دلدلت قفلت الاوستيا بتاع الساينس اللي هي دي تمام. طب ما ده بريديسبوزنج فاكتور للانفكشن وبالتالي هيحصل ساينوسايتس. البوليب سدت الاوستيا بتاع الساينسز تؤدي الى ساينوسايتس. اول ما يحصل ساينوسايتس فيشيال بين اند هيدك، طبعا ساينوسايتس فيشيال بين اند هيدك بالكاركتر بتاعه في الساينوسايتس تمام. والديستشارج بعد ما كان بايلاترال ووتري من الحساسيه بقى ايتس، بقى ساينوسايتس، بقى ميوكوبيرولانت، مخاط تقيل اصفر او اخضر، ميوكوبيرولانت نيزل ديستشارج، ميوكوبيرولانت نيزل ديستشارج. اذا هي السيمبتومز بتاع الالرجيك راينايتس، بس الاوبستراكشن هيبقى بريزيستنت علشان البوليب حصلت. ده بريديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس، يبقى فيشيال بين اند هيدك، وبالتالي ميوكوبيرولانت نيزل ديستشارج بعد ما كان ووتري. نيجي للاكزامينيشن بقى بالانتيرو راينوسكوبي. لما ابص على المناخير من قدام انتيرو راينوسكوبي نيزل سبيكر، هلاقي مالتيبول، لازم لان الاثمويد مالتيبول كافيتس، مالتيبول سوفت سوفت. فاكر لما شبهتها لك بالجوانت ده سوفت سوفت سوفت، لان ده ميوكوزا مدلدله مفيش فيها مول سكيلتون. يبقى اذا مالتيبول سوفت موبايل، ممكن تتحرك شويه مع النفس لو هي لسه صغيره تمام. يبقى مالتيبول سوفت موبايل جليسينينج، بتلمع، دي كلمة مهمة جدا. بص الصورة اللي قدامك بتلمع ليه؟ البوليباي اهي بتلمع، بتلمع في النور، لأن أنا منور بالنور اللي فوق راسي بالهيد لايت، وميكوزا مليانة مية، اللحمية دي ميكوزا مليانة مية، فتبان بتلمع. يبقى جليسينينج سوفت موبايل تمام، وانسيس تو تاتش، لو لمستها العين ما يحسش بيها لأنه وهي بتدلدل ما سحبتش النيرف اندنج بتاعها تمام. يبقى اذا ايه؟ مالتيبل جليسرينج بيل بلوش او جريش، لان هي ديمي تصميم ميكوزا، سوفت موبايل انسيسيف تو تاتش تمام كده. يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ده الرجيك، الالرجي بيجي بايلاترال، يبقى غالبا بايلاترال، الا لو كانت بادئه في ناحيه ولسه الثانيه ما ظهرتش، يبقى غالبا بايلاترال. بص صوره جميله جميله جميله، دي اثمويدال بوليباي مالتيبل اهي، واحد 2 3 4 5 تمام. الاثمويد ساينس هنا، فالميوكوزا بتاعته دلدلت نزلت من الميدل ميتس، بتبان كده بتلمع جليسينينج. كلمه السر جليسينينج، وهنا مالتيبل علشان الاثمويد مالتيبل كافيتس، دي الالرجيك او الاثمويدال بوليبس. نيجي الانفستيجيشن بتاعه الالرجيك بوليباي. ايه الانفستيجيشن؟ واحد عنده جاي لك العياده عنده نيزل بوليباي على الناحيتين، اطلب له سي تي. طبعا ممكن تطلب له اختبارات الحساسيه، ممكن تمام؟ علشان اعرف حساس ليه، بس انا اللي يهمني دلوقتي سي تي. سي تي هتبين لك ايه؟ هتبين لك البوليباي، زائد ان هي فيري امبورتنت كبري اوبرتيف انفستيجيشن. ليه بقى؟ الله، مش يمكن عنده ليه كوربري فورم بليت، اجي ادخل بالمنظار وانا بشيل البوليباي اخبط له الكريبريفورم بليت اجيب له سي اس اف راينوريا؟
مش يمكن اللامينا بافاريشيا دي ديهيسنت اروح خابط له الاوربت، تمام؟ مش يمكن الاوبتيك الاوبتيك نيرف او الكاروتيد ارتري ديهيسنت في السفينويد اعميه او اجيب له فيتال هيموريدج. اذا السي تي هنا فيري امبورتنت كبري اوبرت انفستيجيشن تو اكسكلود لو في اناتوميكال ابنورماليتي تديتكت او تو اكسكلود. زي ايه الاناتوميكال ابنورماليتي؟ زي لوكري بريفورم بليت ديهيسنت لامينا بافاريشيا ديهيسنت اوبتيك او كاروتيد، دول اللي يهموني قوي، تمام؟ طيب لان احيانا في ناس يبقى عندهم ديهيسنت كاروتيد ديهيسنت اوبتيك او لامينا بافاريشيا وهكذا. نيجي للتريتمنت بقى بتاع الحاله دي، علاج الحاله دي بتاع النيزل بوليباي. اولا لها ميديكال تريتمنت، اللي هدي له انتي الرجيك علاج الحساسيه، وادي له انتي بايوتيك لان عملت له ايتس، عملت له ساينوسايتس. انتي الرجيك زي ايه؟ ستيرويد وانتي هيستامين، تمام؟ وانتي بايوتيك اجينست الايتس الانفكشن ميكوبريونت نيزل ديسشارج، تمام؟ سيرجيكال تريتمنت بقى ممكن اشيلها سيمبل، يعني هي زي على ايد العنب مدلدله، اقطف على ايد العنب، اجني العنب، تمام؟ سيمبل بوليبيكتومي، ده اولد بروسيدور، اولد نيزل بروسيدور اللي هي نيزل بوليبيكتومي، افالجن اسلخها شدها بالعافيه او بسنير اخنقها. بص سنير ده كانت اله ما عادش حد بيستخدمها دلوقتي، النيزل بوليب مدلدله كده، والسنير ده عباره عن جهاز اهو عامل زي الماسوره كده، طالع منه سلك خنيقه ادخلها لغايه رقبه البوليب واروح شاددها فتخنق البوليب تروح واقعه، يعني اهو البوليب اهي لها رقبه بيديكل، ماشي؟ والسنير مرسوم بالبروتين اهو طالع منه ماسوره كده تلف حوالين البوليب، هو جفت تروح دايس تروح دي مقطوعه البيديكل مقطوعه، تمام؟ بتاع البوليب. طيب يبقى دي سيمبل بوليبيكتو، بس انت كده سايب السورس هنا، سايب السورس ده اللي هو الاثمويد، وبالتالي البوليباي هترجع تاني ديتها بالكتير قوي 3 4 اسابيع وتلاقي البوليباي دلدل التاني، لان الاثمويد هو السورس، انت سبت الاثمويد، انت علشان تضمن ان ممكن ما ترجعش يبقى تشيل السورس اللي نزلت منه البوليباي اللي هو الاثمويد ساينس، راحوا مخترعين عمليه اثمويدكتومي تتعمل بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجري، اللي هو اندوسكوبك ساينس سيرجري واشيل الاثمويد بالمنظار. كانوا زمان بيفتحوا من بره من هنا لاترال للنوز ويشيلوا الاثمويد ساينس، تمام؟ كعلاج للبوليباي. دلوقتي بقى في مناظير من جوه علشان هيسيب سكار لو فتحت من بره اكسترا اثمويدكتومي، يبقى اذا اندوسكوبك اثمويدكتومي او اندوسكوبك ساينس سيرجري واعمل اثمويدكتومي اللي هو السورس بتاع البوليباي. ومع ذلك بص الفرق بين الصورتين دول، دي البوليباي قبل العمليه ودي بعد العمليه بعد ما عملت له اثمويدكتومي. الاثمويد كانت هنا 1 2 3 4 5 دي كانت منزله بوليباي بوليباي، شلتها هي والبوليباي بتاعها اللي هي دي، تمام كده؟ فبقت الصوره الثانيه اللي هي بقت الصوره دي، ماشي؟ اندوسكوبك اثمويدكتومي. ومع ذلك ما اضمنلكش ان البوليباي ما ترجعش ثاني، ليه؟ لان الكافيتي اللي انا كانت مالتيبل كافيتس الاثمويد خليتهم سنجل لارج كافيتي، فبرضه هيبقى لايند بميوكوزا والميوكوزا حساسه لان الاميون سيستم بتاعك بيكون اي جي اي، فممكن يجي بوليباي تاني. ايه رايك بقى؟ وبالتالي ما اضمنلكش 100%، تمام؟ علشان كده في ناس بياخدوا بوست اوبرت في ستيرويد فور لايف تو بريفنت ريكارنس او تو ديكريز ريكارنس، بلاش تو بريفنت لان مفيش حاجه هتبريفنت، في نسبه ريكارنس حوالي 40% بوست اوبرتيف، تمام؟ مش عيب عمليه، عيب حساسيه. الدكتور العيان هيجي يقول لك ده انت عملت العمليه ورجعت تاني، الحساسيه اللي عندك، انت فاهم؟ طيب الاثمويد ليه هي الكومن سورس للبوليباي؟ لانها لوزلي اتاتشد ميوكوزا، الميوكوزا بتاعتها لوزلي اتاتشد. نيجي بقى للانتروكوينال بوليب، ايه هي الانتروكوينال بوليب؟ انترو يعني ماكسيلاري انترم، ماكسيلاري ساينس. الميوكوزا بتاعته ورمت اديمتس اديمتس اديمتس، خرجت من الميدل ميتس، عندك فكره ان الماكسيلاري انترم او الماكسيلاري ساينس بيفتح ورا في البستور بارت بتاع الميدل ميتس، والاوستيوم الدايركشن بتاعها على ورا، فالبوليب تروح راجعه على ورا على الكوينا، تروح واصله للنيزوفارنكس، اهي بقى اسمها انتروكوينال علشان الدايركشن. انتروكوينال بوليب عباره عن بيدانكيوليتد ايديمتس ميوكوزا بتبرلابس من الماكسيلاري ساينس للنيزل كافيتي عن طريق الميدل ميتس للكوينا للنيزوفارنكس، عشان كده اسمها انتروكوينال، ترجع على ورا، دي تشاف من قدام ومن ورا،
الاثمويد من قدام بس الالرجيك بوليباي، تمام؟ السبب بتاعها انون، لانها لو الرجيك كان اولى عملت اثمويدال بوليباي اللي هي المالتيبل ونزله من الاثمويد، فدي انون. ات مي بي انفلاماتوري انفلاميشن في الماكسيلاري ساينس ميكوزا. الدليل على كده ايه؟ ان حللوا الانتروكوينال بوليب دي ما لقوش فيها ايزينوفيليا، يبقى اذا هي انفلاماتوري. طالما ما فيش فيها ايزينوفيليا بتاع الحاسه يبقى انفلاماتوري، وبتيجي يوجوالي يونيلاترال مش بايلاترال، تمام؟ الكلينيكال بيكشر، اولا الماكسيلاري ساينس واحد، يبقى البوليب هتبقى واحده وهتبقى ناحيه واحده علشانها انفلاماتوري، وبالتالي يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، ما فيش اوبستراكشن من غير ديستشارج، يونيلاترال نيزل ديستشارج، تمام كده؟ نيجي للساينس بقى بالاكزامينشن، بالانتيرونوسكوبي الاقي البوليب، هبص عليها من قدام من هنا اشوف، نمسح اللي عملناه، هبص عليها من قدام من هنا هشوفها اهي خارجه من ميدل ميتس معايا، ده هتبقى يونيلاترال سنجل، تمام؟ بتبقى سوفت بس جيلي لايك لانها انفلاماتوري، مليانه مخاط مش مليانه ميه زي الالرجيك، تمام؟ وبالتالي بتبقى جيلي لايك شويه معايا، وبيلبلوش برضه او جريش. طب ولو عملت له بستيرو راينوسكوبي، المرايه اللي بحطها في زور العيان وتبص على فوق، ممكن اشوفها في النيزو فارنكس، بوليفويد ميوكوزا في النيزو فارنكس نازله من الكوينا، بتبقى يونيلاترال وسنجل، سنجلايه واحده بس لان المجزره الانترم واحد. نيجي للانفستيجيشن، طبعا اهم انفستيجيشن سي تي، الكلام اللي انا قلته من شويه. سي تي اهو بيشخص اهو المجزره الساينس اتملى، المجزره الانترم والنيزال كافيتي اتملى. بس الاحسن من الكورونال كات ده الاكزيال كات، لان هيبينها لك وهي خارجه من المجزره الساينس وبعدين مالت النيزال كافيتي وبعدين راحت للكوينا. يعني هيبان المجزره الساينس اهو واتملى كده ورجعت عن النيزال كافيتي وراحت للنيزوفارينكس خرجت من الكوينا، تمام؟ يبقى انتروكوينال، يبقى الاكزيال كات بيشخص اكتر، يبقى سي تي. التريتمنت بتاعها ايه؟ بشيلها بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجري، بدخل بالمنظار اشيل كل البوليب واوسع المكزيلاري اوستيوم اللي هو فاتح فيها المكزيلاري ساينس، اللي هي اوريدي بتبقى واسعه بالبوليب، البوليب موسعاها، انا هوسعها اكتر علشان لا قدر الله لو رجعت تاني سهل جدا اشيلها، تمام؟ يبقى اندوسكوبك ساينس سيرجري واشيل بوليب. كانوا زمان بيعملوا لها ايه الاولد بروسيدور بقى؟ كانوا بيشيلوا كل الميكوزا بتاع الساينس اكسترنال اللي هو ايه ساب ليبيال انسيجن من هنا، ويسلخ تشيك ويخرم الماكسيلاري ساينس ويشيل كل الميكوزا ويقفل تاني. اسمها ايه دي؟ راديكال انترم اوبريشن او كالدو لوك اوبريشن، راديكال انترم اوبريشن او كالدو لوك اوبريشن. ما عادتش مستخدمه، بقى المنظار احسن، احسن ما افتح وتشيك ارفع تشيك وممكن اعور الانفرا اوربيتال نيرف والكلام ده. فبقى المنظار بقى اسهل اللي هو الاندوسكوبك ساينس سيرجري. ايه الفرق بين الالرجيك بوليباي والانتروكوينال بوليب؟ الالرجيك او الاثمويدال بوليباي. اولا الالرجيك بوليباي بايلاترال، الاثمويدال بوليباي يونيلاترال، لان دي انفلاماتوري الثانيه والاولانيه الرجيك فتيجي الناحيتين، تمام؟ علشان الاي جي اي اللي عليه في الدم. الالرجيك بوليباي بتبقى مالتيبل لان الاثمويد مالتيبل كافيتس، بينما الانتروكوينال بوليب سنجل لان الماكسيلاري ساينس سنجل. بص دي الرجيك بوليباي على ناحيتين اهي، طبعا هي لما قفلت عملت لي ساينوسايتس في الماكسيلاري ساينس اوبيك، تمام؟ دي الانتروكوينال بوليب ناحيه واحده اهي، برضو لما قفلت هنا قفلت الاثمويد عملت اوباستي ساينوسايتس اثمويدايتس. نيجي للفازوموتور راينايتس او الانترنسك راينايتس، موضوع سهل جدا، هو سيميلر للالرجيك راينايتس ولكن هو مش موسمي، مش موسمي، نون سيزونال، هو برينيال راينايتس، برينيال راينايتس طول السنه، تمام؟ سببه ايه؟ ديستربنس اوف ذا اوتونوميك نيرف سبلاي اوف ذا نوز. انهي اوتونوميك نيرف سبلاي؟ الباراسمباثيتك بارت، الباراسمباثيتك روت اللي هو سكريتو موتور. بص الرسمه سكريتو موتور عمل سكريشن كتير، تمام؟ الباراسمباثيتك روت اتجنن اللي هو كان النيرف اللي بيغذي النوز بالاوتونوميك نيرف سبلاي، عباره عن الفيديال نيرف، الفيديال نيرف اللي هو ليه سمباثيتك روت وباراسمباثيتك روت. السمباثيتك اسمه الديب بتروزال نيرف، اعتبر ده الديب بتروزال نيرف، والباراسمباثيتك جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، تمام؟ الاثنين اتجمعوا بقى الفيديال نيرف، راحوا غزوا النوز، الباراسمباثاوي الباراسمباثيتك سكريتو موتور.
الباراسمباثيتك ده اتجنن فحصل له اكزايتيشن استيميليتد اكتر، قعد يستيميليت السينونيزال ميوكوزا ترشح وتورم وتبقى ايديمتس. يبقى ده عباره عن ايه؟ برينيال راينايتس ديو تو ديستربنس اوف ذا اوتونوميك نيرف سبلاي اوف ذا نون الرجيك. نون الرجيك. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ سيميلر للالرجيك راينايتس في حكايه البايلاترال نيزل اوبستراكشن والبايلاترال موتور نيزل ديستشارج. التريتمنت بتاعها ايه؟ بنجرب معاها لوكال ستيرويد كانت ايديمتس، لوكال نيزل ستيرويد زي البيكلوميثازون. لها سيرجيكال تريتمنت؟ اه لها سيرجيكال تريتمنت، اللي هو ايه بقى؟ لو التربلت كبرت قوي وورمت ممكن اعمل ريدكشن للتربلت، بارشال تربلكتومي او ليزر تربلكتومي او سب ميوكاس دايثيرمي. طب ايه رايك يا دكتور؟ الفيديا نيرف الباراسمباثيك بارت اتجنن، ما نقطع الباراسمباثيك بارت ده؟ اه ممكن الباراسمباثيك بارت ده نقطعه. عارف لو غلطت وقطعت السمباثيك تبقى مصيبه، تمام؟ يحصل سيفير فازوليتيشن. يبقى اذا انا بقطع الباراسمباثيك بارت، بتتعمل دلوقتي بالمنظار اللي هي اسمها فيديا نيرف نيريكتومي، بس مش الفيديا نيرف كله، الباراسمباثيك بارت بس. ده موضوع الانترنسك راينايتس او الفازوموتور راينايتس اللي هي نون الرجيك برينير راينايتس ديو تو ديستربنس اوف ذا اوتونوميك نيرف سبلاي اللي هو الباراسمباثيك بارت. الشق الثاني من المحاضره بقى التيومرز اوف ذا نوز اند ساينسز. النوز زيه زي اي اورجان في الجسم، التيومرز بتاعته يا بيناين يا مالجنانت. بس في حاجه بقى في النوز غير البناين والمالجنانت، ممكن تيجي في اذر اورجانز لوكالي مالجنانت تيومر. اه زي السكين ممكن يجي في روتنت ألسر لوكالي مالجنانت تيومر. يبقى اذا النوز بناين، اشهر بناين تيومر احنا هناخد الحاجات اللي مشهوره بس، استيوما اه ده الكومنست بناين تيومر في المنطقه العربيه في الارب بوبيليشن. بابلوما اه ده لو هنا لو عايز الحق ده الكومنست بناين تيومر اول اوفر ذا بودي، لان بتيجي من الاستريفايس كومس بتيجي بتاع السكين، والسكين هو اكبر اورجان في الجسم. ولكن في النوز بتيجي سكند بعد الاستيوما. هيمانجيوما اه لان النوز مليانه فاسكولار تيشو يجي منها هيمانجيوما فاسكولاريتي. اللوكالي مالجنانت تيومر زي الادامانتينوما والاستيوكلاستوما حاجات مشهوره. او مالجنانت تيومر يا سكوما السيل كارسينوما يا ادينو كارسينوما يا ساركوما. تمام. في حاجه بقى شبيهه بالتيومر، هي مش تيومر، هي بتعمل ماس بتعمل اوما زي التيومر، اسمها فايبرس ديسبليزيا اللي هو العظم تحول لفايبرس تيشو. ده فيري سمبل قوي، العظم تحول لفايبرس تيشو. ديسبليزيا يعني تشينج من تيشو الى تيشو اخرى فسميناها فايبرس ديسبليزيا. تعال ناخد كل واحد من دول على حده. الاستيوما It is the commonest benign tumor in Arab population of the nose and the sinuses. مش over the body. في النوز والسينسز. ده بيقول لك لو عملت اوتوبسي او لو عملت يا سيدي اكس راي او سي تي ل 100 عيان ماشيين في الشارع ممكن تلاقي نسبة عالية جدا، I think 4 من كل 100 ممكن تلاقي عنده أستيوما وما يعرفش. تخيل في مصر مثلا في المنطقة العربية. علشان كده لو أنت دخلت على التريتشر وشفت الناس اللي ناشرين ابحاث عن الاستيوما هتلاقي مصريين كتير جدا. هي الكومنست بناين تيومر ان ارب بوبيوليشن، ان ارب بوبيوليشن. تمام. السايت اللي تيجي في الاستيوما سبحان الله زي الميوكوسيل، بس الميوكوسيل سوفت، الاستيوما هارد. بص بوني سويلنج هارد، تيجي في نفس الاماكن بتاع الميوكوسيل اه اللي هو ايه؟ فرانتال او اثمويد او فرانتو اثمويد. ماشي الكلام؟ يا فرانتال يا اثمويد يا الاثنين فرانتو اثمويد. هنا فرانتال اهي في الصوره. تمام. طيب النوع الاستيوما كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، يا ايفوري استيوما تيجي من الكومباكت بون زي الفرانتال بون كومباكت فلات بون كومباكت، يا اما كانسيلاس تيجي من السبونجي بون او من الكانسيلاس بون زي الاثمويد كانسيلاس مخرم كده كانسيلاس. تمام. يبقى يا اما ايفوري يا كانسيلاس، دي تيجي من الفرانتال دي تيجي من الاثمويد. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الاستيوما، انت قلت لي نسبتها عاليه قوي، ده الكومنس بناين تيومر اوف ذا نوز اند ساينس ان ارب بوبيليشن. احنا ما بنشوفهاش كتير ليه؟ لان هيجوال اسيمتوماتيك صغيره، العيان تيجي للعيان ويعيش ويموت بيها من غير ما نكتشفها. ده احنا ممكن نكتشفها لو عملنا سي تي اكسيدنتال. سبحانك يا رب، انت ده انا فكرتوني بحاجه، دي اول عمليه اعملها في حياتي برايفت بعد اللوز واللحميه الادنوتوكسيليكتومي. كانت حالة استيوما بس كانت سيمتوماتيك، وكان عامل اكس راي وكانت باينة كبيرة، وكانت أول مرة أعملها في حياتي. لا عملتها قبل كده ولا شفتها في حياتي بتتعمل، وجت لبرايفت
وانا نايب في اخر نيابتي، كنت بشتغل في مستشفى صغيره كده وعملتها. فاكر انا القصه كويس قوي، وما زالت الاستيومه عندي لغايه دلوقتي محتفظ بيها وحاططها في فورمالين. بقول لك السيمتومز بتاع العيان لو كانت سمول اسيمتوماتيك نو سيمتوم، ما انا قلت لك نو سيمتومز لو كانت سمول. اما لو كانت لارج، لا لارج هتكبر وهتضغط على السراوند ستراكشر، وبالتالي هتعمل فيشيال بين اند هيدك، فيشيال بين اند هيدك اتنين اهم تمام، وتعمل هارد بوني سويلنج، سويلنج. طب ما هو السويلنج ده هيزق العين، لو كان فرونتال هيزقها كده داونورد لاترال، لو اثمويد لاترال يبقى سويلنج وبروبتوزس، زق العين بروبتوزس تمام. يبقى اذا لو لارج يعمل اتنين، فيشيال بين اند هيدك، سويلنج وبروبتوزس. نيجي للساينس بقى في الاكزامينيشن، حاجتين سويلنج وبروبتوزس بس. انا هشوف سويلنج بعيني تمام انسبكشن، وهشوف بروبتوز بعيني واحس السويلنج ده عليه هارد بوني سويلنج. يبقى هارد بوني سويلنج فين يا دكتور؟ اول حاجه سويلنج فين؟ يا اما ميديال تو ذا اي لو اثمويد، يا اباف ذا ميديال هاف اوف ذا اي لو فرونتال، يا ان بتوين لو فرونت واثمويد تمام. ده السويلنج، وبعدين يزق العين بروبتوزس، وحوظ العين بروبتوزس. ازاي يزقها؟ ازاي؟ لو اثمويد يزقها لاترال، لو فرونتال يزقها داون وورد لاترال. يبقى سويلنج وبروبتوز، سويلنج وبروبتوز. الانفستيجيشنز طبعا اكس راي هتبان هارد بوني سويلنج لانها راديو اوبيك ماس زيها زي العظم تمام. بس اللي احسن من الاكس راي سي تي. بص قانون عام، احنا وصلنا لمنطقه التيومرز، اي تيومر اهم اثنين انفستيجيشن فيه سي تي وبايوبسي. خلي بالك انت بتتكلم على الاوستيوما، ما ينفعش انا اخد منها بايوبسي، ده هارد. بايوبسي معناها تدخل تشيلها، امال يعني هتدخل تاخد حته من العظم وتسيبها؟ يبقى اذا سي تي، كل ما تذكر كلمه سي تي في تيومر يبقى السي تي هيبين ايه في تيومر، سايت سايز اكستنشن. تلات حاجات بيبانوا في السي تي في اي تيومر، سايت سايز اكستنشن. ولو كان التيومر ده كانسر، انا عامل سي تي كونتراست، سي تي بالصبغه هيبين لو في لمف نود ولا لا، لان السوفت تيشو بيشفط الصبغه لو فيها كانسر فتبان بتلمع. اذا قانون عام في اي تيومر، اهم اثنين انفستيجيشن سي تي وبايوبسي. هنا مش هقول بايوبسي لان دي اوستيوما، ما ينفعش تاخد بايوبسي. يبقى سي تي هتبين سايت سايز اكستنشن، سايت سايز اكستنشن. مش هنقول لمف نود لان ده بناين تيومر، اهي سي تي بينت لي فرونتال اوستيوما ماليه الفرونتال ساينس، راديو اوبيك ماس اهي. سي تي بينت لي اثمويدال اوستيوما ماليه الاثمويد ساينس اهي ولسه صغيره تمام. وده اتاتش لللامنا بابريشيا اهي كمان، ماشي الكلام؟ الميديال اوربيتال وول. يبقى سي تي بتبين السايت والسايز والاكستنشن. طيب التريتمنت بتاع الاوستيوما ايه؟ لازم تتشال سيرجيكال لو عامله سيمتوم. خلي بالك من الكلمه دي كويس قوي، اصل احيانا تعمل سي تي اكسيدنتال للعيان لاي سبب كان، فتكتشف اوستيوما صغيره ومش عامله سيمتوم، سيبها له، ما يمكن يعيش 100 سنه وما تكبرش. اذا لو مديها سيمتوم تتشال، لو مش مديها سيمتوم ما تتشالش. سهل الكلام؟ يبقى اف سيمتوماتيك سيرجيكال اكسيشن، هتشيلها ازاي؟ يا اكسترنال فرونتو اثمويدكتومي، وده المنطق بيقول كده، تفتح ميديال للانر كانثس فرونتو اثمويدكتومي تمام وتشيلها. ده لو اكسترنال ابروتش، وده غالبا الابروتش الطبيعي، المدخل الطبيعي. ممكن نجرب منظار اندوسكوبك ابروتش مي بترايد. انت ليه المره دي بتقول لي اندوسكوبك ابروتش مي بترايد؟ لان دي اوستيوما هارد، ممكن ما تعرفش تطلعها بالمنظار من جوه لانها هارد ماس. لو قدرت تفتتها وتشيلها بالمنظار كان بها اندوسكوبك سايلنس سيرجري، لكن العادي علشان هارد بتفتح وتشيلها من بره. لكن مفيش مانع انك تجرب بالمنظار علشان تو افويد السكار اللي هيحصل لو فتحت من بره. نيجي للبابلوم اللي هو تاني بناين تيومر. البابلومه دي لو عندك، لو انت راجل مرفه وعندك خدامه فلبينيه او اندونيسيه او الناس بتوع جنوب شرق اسيا دول، وعندك حيوانات في البيت قطط كلاب بتاع، وهي اللي بتربيهم وهي المسؤوله عن اكلهم وشربهم، بتلاقي يجي لهم بابلومات كتير قوي. بابلومه في النوز هنا، بابلومه في على الاكسترا كانال بتاع الاير، بابلومه في ايديها وهكذا. دي اسمها الوورتس، اسكوما السيل بابلومه او الوورتس، اللي هم احنا في مصر في الاقاليم الفلاحين بيسموها نفره الحمار، نفره الحمار اللي هي الوورتس تمام، نفره الحمار.
ده كوزد بالهيومن بابيلوما فيروس، بتحصل عند السكين اوف ذا فيستيبيول، لانها سكويموس سيل يعني الاستريفايد سكويموس ابيثيليوم في السكين اوف ذا فيستيبيول. تمام، لسه شايلها الواحد قريب قوي في العياده الحقيقه بلوكال انستيزيا. فالسايت بتاعها بتحصل عند السكين اوف ذا فيستيبيول. تمام، السيمتوم بتاعها طبعا لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتليه على ناحيه واحده، يبقى يونيلاترال، يبقى يونيلاترال نيزال اوبستراكشن، مفيش اوبستراكشن من غير ديسيت شارج. تمام، في الاكزامينشن السايتس بالالكترونوسكوبي اهو هتلاقي يونيلاترال نيزال ماس وورتي عامله كده سيسايل او برانكيوليتد، ممكن لها رقبه وممكن تبقى برود بيز سيسايل. تمام، التريتمنت بتاعها ايه؟ سيرجيكال اكسيشن، شيلها يا ليزر يا كونفنشنال، يا بالليزر بشعاع الليزر بتحرقها من البيس بتاعتها من هنا اهو، يا اما جراحه. بس لو شلتها جراحه سيرجيكال كونفنشنال لازم تكوترايز البيز علشان ما ترجعش تاني، تو بريفنت ريكارنس. معايا؟ يبقى ده سكوموس سيل بابيلوما، سهله قوي. الانفيرتد بابيلوما بقى هي سكوموس سيل بابيلوما او شبيهه بيها، بس بصوا بقى بدل ما السكوموس سيل بابيلوما طلعت كده، الانفيرتد بابيلوما حصل لها انفيرجن لتحت. سبحانك يا رب، ازاي يا دكتور يعني؟ اهي بص السكوموس سيل بابيلوما انت قلت لي طلعت كده، وده السيرفيس بتاع الميكوزا بتاع النوز، ده السكوموس سيل بابيلوما العاديه. الانفيرتد بابيلوما بقى بدل ما تطلع كده الابيثيليوم طلع اهو، لا تنفرت لتحت تدخل في الاندرلاينج ستراكشر، فتبقى كده ميرور ايمج يعني اهي، علشان كده اسمها انفيرتد. الجروث لجوه مش لبره في النيزال كافيتي، في جزء بره اهو، لكن المين جوه. انفيرتد بابيلوما اسمها الثاني شنايديريان بابيلوما لانها طالعه من شنايديريان ممبرين، اسمها الثالث ترانزيشنال سيل بابيلوما لانها طالعه من الترانزيشنال اريا ما بين استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم وريسبيراتوري ابيثيليوم، علشان كده اسمها ترانزيشنال بابيلوما. هي دي الانفيرتد بابيلوما. بص بقى دخلت على جوه، علشان كده اسمها انفيرجن، دخلت على المجزلة. تمام، طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز، اللاترال الاولى اهي، ودخلت على المجزلة. تمام، انفيرتد الجروث ريت اوف دايركشن اوف جروث لجوه ديب. تمام، يبقى هي ايه؟ بيناين تيومر. بيناين دي مش لوكال مالجنت يا جماعه. تمام، في احد الاساتذه زمان كان بيسال في الامتحان الشفوي يقول لك هي بيناين ولا لوكال مالجنت ولا مالجنت؟ لا طبعا بيناين، وهو كان مصنفها شخصيا حاجه اسمها انترميديت تيومر ما بين البيناين والمالجنت. لا هي بيناين، ما فيش فيها اي مالجنت كرايتيريا، لا فيها بوليومورفيزم ولا هايبر كروماتيزم، لكن ممكن تتحول الى مالجنت. طبعا ممكن تبقى ريتيتد وتتحول الى مالجنت، يعني هي بري كانسرس. بص بقى بيناين تيومر لوكالي ديستراكتيف، بتدخل جوه البون، ريت اوف جروث على جوه، انفيرتد انفيرجن، يبقى بيناين ولكن لوكالي ديستراكتيف. السايت بتاعها ايه؟ طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز. على فكره اللاترال وول اوف ذا نوز هو الميديال وول اوف ماكسيلا، هي هي دي الماكسيلا، ده الميديال وول اوف ماكسيلا اللي هو اللاترال وول اوف ذا نوز اهو. يبقى هي طالعه من اللاترال وول اوف ذا نوز، ده اللي هو الميديال وول اوف ماكسيلا، وتدخل على الماكسيلا كده، علشان كده اسمها انفيرتد. اسمها الثاني شنايديريان بابيلوما لانها طالعه من الشنايديريان ممبرين اللي هو الجنكشن ما بين السكين بتاع الفيستيبيول وريسبيراتوري ميوكوزا، هنا اسمه شنايديريان ممبرين. طب الاريا دي اللي هي بين الاستراتيفايد والريسبيراتوري هيبقى ترانزيشنال ابيثيليوم. فاكر لما خدت في الهيستولوجي اليورينري بلادر، مش كان ترانزيشنال ابيثيليوم يعني ابيثيليوم ما بين استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم وكله من الابيثيليوم؟ نفس الكلام، ده ترانزيشنال اريا ما بين الاستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم السكين وبين الريسبيراتوري ابيثيليوم اللي هو الريسبيراتوري ميكوزا، فبنسميه ترانزيشنال ابيثيليوم، وبالتالي هي ترانزيشنال سيل بابيلوما طالعه من الترانزيشنال ابيثيليوم اللي هو ميكس بين الاثنين، بين الاستراتيفايد والريسبيراتوري، طالعه من اللاترال لول اوف ذا نوز اللي هو الميديال لول اوف ماكسيلا. خلي بالك من الكلمه دي علشان لما اجي اشيلها لازم اشيل الميديال لول اوف ماكسيلا اللي هي اللاترال لول اوف ذا نوز. تمام، الكلينيكال بيكشر السيمتومز لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتلي ناحيه واحده ولا اثنين؟ ناحيه واحده. يبقى اذا يونيلاترال نيزال اوبستراكشن وتعمل يونيلاترال نيزال ستشارج سام تايمز استاكسس، بالذات لو العين نف جامد او لعب فيها اهي، طالعه من اللاترال لول اوف ذا نوز هي البيضه دي
تمام؟ يبقى اذا unilateral nasal obstruction discharge sometimes epistaxis. طب دكتور sometimes epistaxis لانها مش malignant، لو malignant يبقى لازم bleeding. نيجي بالانتيرور راينوسكوبي الاقي unilateral nasal mass طالعه من lateral wall of the nose، طالعه من lateral wall of the nose بالانتيرور راينوسكوبي. طيب الانفستيجيشنز اللي هتعملها، على فكره الانفيرتد بابلوما موضوع مهم. نيجي للانفستيجيشن بتاع الانفيرتد بابلوما. انت قلت لي اي تيومر اهم انفستيجيشنز اثنين، سي تي وبايوبسي. سي تي بتبين ثلاث حاجات لان ده بيناين، سايت سايز اكستنشن او سايت سايز اكستنشن. يعني هنا مثلا ده سي تي بينت لي السايت بالظبط اهو، والسايز كام في كام؟ الكمبيوتر بيحسبها لي. سايد سايز والاكستنشن، اكستندد للاوربت ولا لا، اكستندد للماكسيلاري ساينس ولا لا، وهكذا اكستندد للاذر سايد ولا لا. يبقى سايد سايز اكستنشن، واخد منها بايوبسي. ليه؟ ده ممكن تكون اتحولت لكانسر وانا ما اعرفش، ما هي بري كانسرس، يبقى لازم اخد بايوبسي علشان اعرف البناين نيتشر بتاعتها. لو اتحولت لكانسر بيتحول لسكوماس سيل كارسينوم، سكوماس سيل كارسينوم. طيب التريتمنت بتاعتها ايه بقى؟ هي طالعه من اللاترال اورف ذا نوز اللي هي الميديال اورف ماكسيلا، ميديال ماكسيليكتومي. العمليه اسمها كده ميديال ماكسيليكتومي. ميديال ماكسيليكتومي ازاي يعني؟ نشيل ميديال اورف ماكسيلا ازاي؟ ايه كل دي، كل دي اتشال، كل الجزء ده ميديال. اوعى تسيب حته، اول عيان يصعب عليك وتسيب له حته تريكير، ولو حصل ريكرنس عملت لها اريتيشن العمليه تتحول لكانسر. يبقى اذا ميديال ماكسيليكتومي هتوصل لها ازاي؟ اللي هي اللاترال اورف ذا نوز، يا اما من فتح من بره اهو، عينين العينه اهي، ده عين وده عين وده النوز ودي المجزلة، بفتح من الانر كانثس للايلا اوف ذا نوز، ده الانسيشن اللي هو الازرق ده، ده اسمه ايه الانسيشن ده؟ لاترال راينوتومي، مورس لاترال راينوتومي، مورس لاترال راينوتومي اسمه كده. هنا من الانر كانثس للايلا اوف ذا نوز تفتح الوش زي الكتاب، تشيل الميديال اورف ماكسيلا وتقفل تاني، بس هيبقى في سكار. راح جاي واحد مصري ومخترع ان نشيلها بالمنظار، لاول مره في العالم تتشال بالمنظار، كان اختراع مصري، ودلوقتي بقت ستاندرد على مستوى العالم تتشال اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكتومي، اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكتومي، ان هي تشيل الميديال اورف ماكسيلا بالمنظار. تخيل ده اختراع مصري، ادخل بالمنظار اشيل كل اللاترال لول اوف ذا نوز اللي هو الميديال لول اوف ماكسيلا، بقى الماكسيلا ريساينس والنيزل كافيتي حاجه واحده. طبعا تمام، لان ده تيومر لو سبت له حته انتهت، يرجع تاني ويريكير ويبقى كانسر. يبقى اذا بيتشال بالمنظار، كل الجزء ده تدخل جوه النوز وتشيله بالمنظار، تمام كده، اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكتومي. نيجي للبروجنوزس، للاسف الشديد الريكرنس ريت عالي. ليه؟ لان ممكن تسيب سيلز داخله جوه العظم لانها انفيرتد، فخلي بالك لازم تشيل كل ميديال اورف ماكسيلا، يبقى ريكرنس ريت عالي، هاي ريكرنس ريت. تاني حاجه مالجنا ترانسفورميشن من 5 لـ 10% من الحالات، بالذات بالذات لو عملت لها اريتيشن، شلت منها جزء وسبت جزء، يريكير بكانسر. يبقى اذا الريكرنس ريت عالي ومالجنا ترانسفورميشن 5 لـ 10% من الحالات. نيجي للهيمنجوما. الهيمنجوما ده عباره عن هامرتوما تسمال فورميشن، تمام، يا اما كابيلاري يا كافيرنس يا مالتيبل هيموراجيك تلنجكتيزيا. الكابيلاري سبيس صغيره، الكافيرنس سبيسز كبيره، المالتيبل هيموراجيك تلنجكتيزيا اللي هو تيلي يعني بعيد، انج اللي هي بلاد فيسل، اكتيزيا يعني ستيزيس. يعني مالتيبل هيمنجيومات ان ديفرنت ارياز اوف ذا بودي، هيمنجوما هنا، هيمنجوما هنا، هيمنجوما هنا، هيمنجوما هنا، دي اسمها مالتيبل هيموراجيك تلنجكتيزيا. طبعا الكومنست بريزنتيشن لاي هيمنجوما في النوز ابيستاكسس، اهي بيربل ماس حمراء، يبقى ابيستاكسس علشانها فاسكولار. التريتمنت تشال يا سيرجيكال كونفنشنال يعني يا ليزر، يفضل ليزر لانها فاسكولار، تمام. ده الهيمنجوما. نيجي لاول لوكال مالجنانت تيومر الادمنتينوما. ادمنتينوما اسمها الثاني اميلوبلاستوما، اميلوبلاستوما او ادمنتينوما. ده عباره عن ايه؟ ده لوكالي مالجنانت تيومر بيجي من المانديبول او الماكسيلا، بس اكتر المانديبول، بيجي عند الانجل اوف ذا مانديبول. افتكروا الصوره دي بتاع الواد ده، بتيجي عند الانجل اوف ذا مانديبول. طالعه منين؟ طالعه من بقايا الدنتال لامينا، ريزيدز اوف دنتال لامينا.
كان في زمان دق حاجه اسمها الدنتال لامينا، فوق ينزل منها السنان اللي فوق، تحت تطلع منها السنان اللي تحت وتختفي بعد كده، عملت شغلتها كونت السنان وتختفي. لا، في حته فضلت وما اختفتش، بقايا الدنتال لامينا راحت مكونه بعد كده ادمنتنوم. تمام، يبقى تطلع من بقايا الدنتال لامينا، ريزلتس اوف دنتال لامينا، وده لوكال مالجنانت تيومر. بس على فكره حديثا بيقسموها الى بيناين ومالجنانت ولوكال مالجنانت. يعني ايه كلمه لوكال مالجنانت؟ انت احنا عارفين بيناين، بيناين ملوش لا ليمفاتيك ولا بلاد سبريد ولا حاجه، مالجنانت ليه كل السبريد، لوكال وليمفاتيك وبلاد. اللوكال مالجنانت في المالجنانت كرايتيريا بس لا فيه لوكال ولا ليمفاتيك، لا فيه ليمفاتيك ولا بلاد سبريد، لكن في المالجنانت كرايتيريا اللي هي بوليمورفيزم وهايبر كروماتيزم واخواتهم، لكن ملوش لا ليمفاتيك ولا بلاد سبريد. طيب يبقى طلعت من ريزيدز اوف دنتال لامينا، مين اللي عند الانجل اوف ذا ماندبل، ده لوكال مالجنانت تيومر، اسمه الثاني اميلو بلاستوما، الكلينيكال بيكشر بتاعه طالع من الانجل اوف ذا ماندبل. يبقى هيعمل ايه؟ اولا اول حاجه هيعمل فيشيال بين وسويلنج، اهو بص للصوره، فيشيال بين اند سويلنج. طبعا فيشيال بين علشان بيعمل ديستنشن للتشو، ده هو عباره عن مالتيبل سيست جار الباثولوجي اللي كان في متحف الباثولوجي السنه اللي فاتت. تمام، يبقى فيشيال بين اند سويلنج. طب والسنان دي هتقع لوزنج للتيث، والماندبل ممكن يتكسر باقل تروما، باثولوجيكال فراكشر. باثولوجيكال فراكشر يعني ايه كلمه باثولوجيكال فراكشر؟ فراكشر بمينيمال تروما، مش سفيشنت انها تعمل فراكشر. تمام، يعني مش حادثه ولا بتاع، ده باثولوجيكال فراكشر ولوزنج للتيث. يبقى سويلنج وبين في الماندبل، تمام، ولوزنج للتيث وباثولوجيكال فراكشر. نيجي بقى للساينس في الاكزامينشن، هلاقي سويلنج عند الانجل اوف ذا ماندبل. السويلنج ده لو دوست عليه الاقيه اتكسر تحت ايه زي قشر البيض. ليه؟ لان في مالتيبل سيست، العظم حصل له ثيننج اوت بالسيستس اللي فيه، فلما اجي ادوس عامل زي الميوكوسيل لما نفخ العظم بس كان سيست واحد، فلما جيت ادوس على الميوكوسيل هنا اكشل كراكلينج سنسيشن، بيتكسر تحت ايد زي قشر البيض. نفس الكلام تاني مره اقول اكشل كراكلينج سنسيشن، لما ادوس عليه اكشل كراكلينج سنسيشن. تمام، اللي هو الادمنتنوما اللي هي عند الانجل اوف ذا ماندبل، وما تنسيش صوره الولد ده. نيجي للانفستيجيشنز بتاعه الادمنتنوما. طبعا اهم اثنين انفستيجيشن في اي تيومر سي تي وبايوبسي. على فكره التيومر ده سوفت تيشو، هو طالع من ريزيدز اوف دنتال لامينا، فعباره عن فايبرس تيشو معايا، وبالتالي ده ممكن تاخد منه بايوبسي. يبقى اكس راي وسي تي، الاكس راي هتبين مالتيبل سيست، طبعا السي تي هتبين السايت والسايز والاكستنشن. تمام، وبايوبسي من التيومر علشان اثبت ان ده ادمنتنوما. التريتمنت بتاعه ايه؟ تشيله سيرجيكال اكسيجن، بتكسر الماندبل من هنا ومن هنا وتشيل التيومر اللي في النص، وتعمل ريكونستراكشن بريب جرافت او اي بون جرافت. الاوستيوكلاستوما الحقيقه ما لقيتلكمش صوره اوستيوكلاستوما، هي اكتر في المجزله من الماندبل، هي تيجي في الماندبل والمجزله اكتر في المجزله. ما لقيتلكمش صوره مجزلري اوستيوكلاستوما لانها مش كومن، بس هي لقيت في الهيومر، في الهيومرس اهي بتعمل حاجه كاركترستيك اللي هي السوب بابل ابييرنس، سوب بابل ابييرنس في الاكس راي معايا، لكن هي مش كومن الحقيقه. الفايبرس ديسبليزيا، واحده في سن المراهقه وشها نفخ على ناحيه واحده، هي دي القصه بتاعتها، هي دي الفايبرس ديسبليزيا. فايبرس ديسبليزيا وشها نفخ على ناحيه واحده، عباره عن ايه بقى؟ اتز نوت ترو تيومر. امال ايه؟ بناخدها هنا ليه؟ لانها شبيهه بالتيومر. ده عباره عن ايه؟ ريبليسمنت اوف ذا نورمال كومباكت بون باي فايبرس بون، فايبرس باي فايبرس تيشو، باي فايبرس تيشو. تمام؟ يعني مثلا لو انا اخدت مثال، هي دي العظمه، الحته دي عظمه، دي عباره عن ايه؟ بون اوستيوبلاست. بعض الاوستيوبلاست اتحولت لفايبرس، لفايبروبلاست، فايبرس تيشو. دي اتحولت لفايبرس تيشو، دي اتحولت لفايبرس تيشو، دي اتحولت لفايبرس تيشو، فايبرس تيشو. بس الفايبرس البون هارد لما يتفك الفايبرس ينفش، فدي نفخت، دي نفخت، دي نفخت، نفخت، وبالتالي عملت لي سويلنج. بس خلي بالك
in between الفايبرس والفايبرس والفايبرس تيشوز in between في عظم، يعني هنا في عظم بون لسه، في هنا عظم، في هنا عظم، في هنا عظم، في هنا عظم، وهكذا. يعني هي still hard swelling، ولكن بعض البوني بارتس اتحولت لفايبرس تيشو اسمها فايبرس سبليزيا، فنفخت. طيب نفخت بايه؟ بالفايبرس تيشو اللي جواها. طيب يبقى اتحولت لووفن بون، ووفن بون، تمام، ريبليسمنت اوف ذا نورمال كومباكت بون باي ووفن بون اند فايبرس تيشو. طيب الايدج اللي تحصل فيه، تحصل في التين ايجر في سن المراهقه، ويحصل الريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. قصه البنوته دي ايه؟ البنت دي وهي عندها 12 13 سنه اللي هي سن المراهقه البيبرتي، بدا وشها ينفخ ينفخ ينفخ، وقعد ينفخ ولدرجه زق العين بروبتوزيس، راح على المناخير سدها، تمام. وبعدين جت لسن 23 24 سنه ووقف، ما عادش كبر. الريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. ما هو الفرق بين بيوبرتي وسيكشوال ماتوريتي؟ بيوبرتي ده سن المراهقه، سيكشوال ماتوريتي ده سن الجواز اللي هو حصل فول ديفلوبمنت للسكندري سكس اورجانز اللي هو سن الزواج اللي هو من 20 ل 25 سنه. اما البيوبرتي اللي هي بتبتدي عند 12 13 14 سنه، ده اللي هو سن المراهقه. فهي صارت عند سن المراهقه وقعدت تكبر 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 لغايه الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول لو جات لك بنوته عندها 15 16 سنه بفايبرس سبليزيا وعمال السولنج يكبر، استنى شويه لما توصل للفول سايز، لانك لو شلت منها لو كحتها برضه ستيل هتكبر لغايه الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي، يبقى شيلها لها بعد السيكشوال ماتوريتي، تمام. السايت اللي تحصل فيه كومن في الهيدن دريك الماندبل والمجزلة. اسال البنت دي في المجزلة اهي اللي قدامك. انواع الفايبرس سبليزيا، مونوستوتيك تحصل في عظمه واحده، بوليستوتيك في اكتر من عظمه. في حاجه اسمها ماكون البرايت سندروم او البرايت سندروم على طول. البرايت سندروم ايه؟ البرايت سندروم ده اولا هي مور كومن في الفيميلز، اهي البنت اللي قدامك فيميل، تيجي بوليستوتيك فايبرس سبليزيا على ناحيه واحده يونيلاترال، يعني فايبرس بليزيا هنا وفايبرس بليزيا هنا وفايبرس بليزيا هنا وفايبرس بليزيا هنا وهكذا، يبقى يونيلاترال بوليستوتيك فايبرس بليزيا مع سكين بيجمنتيشن، يحصل عليها سكين بيجمنتيشن مع اندوكراينال مانيفيستيشن. ما هي سندروم اندوكراينال مانيفيستيشن زي ايه؟ زي بركوشس بوبرتي مثلا، تمام. هي دي الابرايت سندروم اللي هي بوليستوتيك فايبرس بليزيا على ناحيه واحده في فيميل عندها سكين بيجمنتيشن واندوكراينال مانيفيستيشن. طيب خلونا في موضوعنا الفايبرس بليزيا اللي هي الايزوليتد المونوستوتيك. الكلينيكال بيكشر بتاع المونوستوتيك فايبرس بليزيا، السيمبتومز تعمل سويلنج، فيشال سويلنج، هي اكتر تطلع من المجزله اكتر من الماندبل، بس ممكن تطلع من اي عظمه في السكال، تمام، ممكن تطلع من اي عظمه في السكال. طيب الفيشال سويلنج ده بينلس ولا بينفول؟ لا بينلس، يبقى فيشال سويلنج بينلس، سلولو جروينج، بيكبر ببطء، بينلس وسلولو جروينج. طب لما تروح للنوز يا دكتور ميديالي تسد النوز، لما تنكروتش على النوز نيزل اوبستراكشن. طب لما تنكروتش على الاوربت بروبتوزس، يعني هي عملت سويلنج راح للعين عمل بروبتوزس، راح للنوز عمل نيزل اوبستراكشن. السويلنج ده بيكبر ببطء وسلولو جروينج، يحصل اريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي، تمام. الساينس بقى لما تيجي تكشف بالاكزامينشن تلاقي هارد بولي سويلنج، ما هو هارد، ما هو بولي سويلنج، هارد سويلنج ديفيوز، يعني ملوش بوردر معين، ال ديفايند كده، لو مشيت عليه ايدك تتزحلق، ال ديفايند، تمام، ملوش ويل ديفايند بوردر. الويل ديفايند بوردر يبقى كده ايدك تقف وانت بتحط ايدك عليه، تمام. يبقى اذا ديفيوز ال ديفايند نوت تندر، هو بينلس ونوت تندر، ده عباره عن بون اتحول لشويه فايبرس تيشو. الانفستيجيشنز بتاع الفايبرس بليزيا، هتعمل له اكس راي هتلاقي جراوند جلاس ابييرنس. سبحانك يا رب، احنا في عصر الكورونا، لما تعمل الكورونا سي تي شيست تلاقي جراوند جلاس ابييرنس في البريفري اوف ذا لانج، تمام. نفس الكلام جراوند جلاس ابييرنس، بس ده عباره عن فايبرس بليزيا. بص عظم ابيض اهو، ابيض اهو، ابيض اهو، ابيض اهو، وبينها فايبرس تيشو، فايبرس تيشو اسود. دي بقى العظم اكتر من الفايبرس تيشو، فيها فايبرس تيشو خفيفه اهي، تمام كده. يبقى جراوند جلاس ابييرنس بالاكس راي او السي تي، بالاكس راي او السي تي. طبعا اللي قدامك دي سي تي
اللي قدامك دي سي تي معايا. طيب ده بالنسبه للاكس راي او السي تي. السي تي طبعا بيبين السايت والسايز والاكستنشن تمام والجراوند جلاس ابيرنس. التريتمنت بتاعها ايه؟ شيلها. شيلها ليه؟ ده مش تيومر، حرام عليك، ده انت معنى ذلك لو جت في المجزله معنى ذلك هتشيل كل المجزله، يبقى هنا الوش منفوخ وهنا الوش مشفوط اللي انت شلته، حرام عليك. اذا استنى افتر ذا ايج اوف سيكشوال ماتوريتي واجحت له الزياده بحيث تساوي الخد ده بالخد ده، جاست تشيفنج، جاست تشيفنج افتر ذا ايج اوف سيكشوال ماتوريتي. بقول لك ايه، دقنك لما كبرت حلقتها بالمكنه، حطيتها كده والمكنه طلع الشعر في المكنه، نفس الكلام اعمل سبليبيلا انسجن واجحت الزياده، اخلي الاثنين ايكوال لبعض بس بعد الايج اوف سيكشوال ماتوريتي علشان ما تكبرش تاني معايا. يبقى اذا جاست تشيفنج عن طريق سبليبيال انسجن كيوريتج او تشيفنج بحيث تساوي الاثنين ببعض. طب ما انت سايب كده فايبرس بليزيا، فايبرس مش مهم، هو مش هيكبر خلاص. نيجي للمالجنت تيومر، طالما وصلنا للكانسر اي كانسر من الشعر لغايه الركلين زي ما اتفقنا قبل كده عباره عن سبع عناوين. ايه هم السبع عناوين؟ الايج اللي جه في الكانسر، السكس اللي جه في الكانسر، البري ديسبوزنج فاكتور، باثولوجي، كلينيكال بيكشر، انفستيجيشن، تريتمنت. ده سبع عناوين يتحطوا في اي كانسر في الجسم من الشعر لغايه الرجلين. طيب الايج بتاع الكانسر اولد فورشن ال 60، الكانسرز اكتر في الاولد الالدرلي. السكس مور كومن ان ميلز، طبعا انا جايب لكم صوره فيميل عندها كانسر بس مش شرط ده اكسبشن، لكن الكانسرز ان جنرال اكتر في الميلز ما عدا الكانسر بريست والسيرفكس بتاع الستات، لكن العاده اي كانسر اكتر في الميلز. البري ديسبوزنج فاكتور اكسبوجر للنيكل يعمل اسكوما سيل كارسينوما اللي هو النيكل ريفاينري وركر، عمال مناجم النيكل يجي لهم اسكوما سيل كارسينوما في النوز، بينما الجماعه النجارين الكاربنترز اللي هو اكسبوزد للوود داست نشاره الخشب يجي لهم ادينو كارسينوما، كذلك التعرض للاراديشن والسموكينج يجيب كانسر. دول الاراديشن والسموكينج في اي كانسر بيتقالوا، زودنا عليهم في النوز اكسبوجر للنيكل واكسبوجر للوود داست تمام. يبقى دول اول ثلاث عناوين الايتش والسكس والبريتس فاكتور. نيجي بعد كده الباثولوجي. الباثولوجي عباره عن اربع عناوين، هم الاربع عناوين الباثولوجي بتاع اي كانسر. اولا جروس بيكشر اللي هي نيكت اي، نيكت اي تمام. مايكروسكوبيك بيكشر اللي هي البيكشر اللي تحت الميكروسكوب تمام. السبريد والبروجنوزس، هو دول الاربع عناوين بتوع الباثولوجي بتوع اي كانسر. الجروس 2 اس، شيب وسايت. الشيب ثلاث حاجات، الكانسر ممكن يبقى شكله ايه، يا السر يا كولي فلاور ماس يا مالجنت نوديول، نودولار انفلتريت تمام كده. الالسر ريزد افيرتد ايج ريجولار نيكروتيك فلور اندوريتد بيز، الكلام الابتدائي معايا. ده الشيب يعني جروس بيكشر 2 اس سايت وشيب. السايت بقى بتاع الكانسر نوز اند ساينسز. المجزيلاري ساينس او المجزيلاري انترام ياخد نصيب الاسد 60%، 60% تطلع من المجزيلاري ساينس، 30% تطلع من النيزال كافيتي بالذات اللاترال وول اوف ذا نوز، 10% تطلع من الاثمويد. الفرنتال والسفينويد فيري رير، يعني يكون يجي في الفرنتال والسفينويد ممكن لكن رير. يبقى 60 مجزيلاري ساينس، 30 نيزال كافيتي، اثمويد 10%. الميكروسكوبيك بيكشر اسكوما سيل كارسينوما في 80% من الحالات. يا فاكر لما ده انت هتقول لي بعد كده في منطقه الكانسر بتاع الفارنكس واللارنكس هتقول لي كل الهيدن دنيك كانسر اسكوما سيل كارسينوما الا النوز، يعني اللارنكس مين اسكوما سيل كارسينوما 98% من الحالات، النوز بقى 80% بس اسكوما سيل كارسينوما، لان في ميوكوس جلاند كتير فممكن يجي منه ادينو كارسينوما. ادينو كارسينوما ممكن 20% من الحالات، يبقى 80% سكوما سيل كارسينوما، 20% ادينو كارسينوما. ممكن يجي ساركوما، انت عارف ان الساركوما بتيجي في اليونج ايج وتبقى مينلي ماس، اللي هو تطلع كلمه ساركوما يعني تطلع من الميزنكايمال تيشو اللي هي الكونكتيف تيشو الاندرلاينج تيشو، بينما كلمه كارسينوما معناها تطلع من الابيثيليوم من السيرفيس ابيثيليوم، تطلع من الميكوزا الجلاند، تطلع من الاستراتيفايد كوماس ابيثيليوم، يبقى سكوما سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما. اما ساركوما تطلع من الاندرلاينج كونكتيف تيشو اللي هي البون، الفايبرس تيشو، الفات، البلاد فيسل. في هنا عظم يطلع اوستيوساركوما، في هنا كارتليج كوندروساركوما، في هنا بلاد فيسل انجيوساركوما وهكذا. الساركوما بتيجي اكتر في اليانج، بتيجي اكتر في اليانج ايج،
ولا ننسى الممثله اللي كانت مشهوره وجالها ساركوما وبطلت تمثيل، ربنا يديها الصحه وهي ما زالت عايشه معايا. طيب دي ساركوما تيجي في اليونج ايج. في حاجه بقى اسمها اولفاكتوري نيوروبلاستوما، تيجي من الاولفاكتوري نيوروبيثيليوم من فوق، عامله زي ريتينوبلاستوما بتاع الريتنا كده، تمام؟ هنا اهو في الحته ده اهي من الروف اوف ذا نوز، وفي الحاله دي هتعمل انوزميا وتزق العين وتوصل انتراكرينيال بسرعه لانها فوق، يبقى الاولفاكتوري نيوروبلاستوما، بس ده رير. السبريد ده تاني عنوان، السبريد يا لوكال يا ليمفاتيك يا بلاد، ما هو ده كانسر. لوكال سراوند ستراكشر، بص لو منزلها ريساينس يطلع لفوق يروح للعين بروبتوس واخواته، ينزل لتحت للسنان، يوصل ميديالي للنوز، يرجع لورا التريجوبلاتين فوسا ورا المكسيلا ريساينس، تمام؟ ده اللوكال سبريد. وطبعا التريجوبلاتين فوسا في التريجود ماسل. الليمفاتيك سبريد، فاكر لما قلنا في الاناتوم الليمفاتيك رينج اوف ذا نوز اند ساينسز، الانترو جروب والانترو بارت اوف ذا نوز يروح سب مانديبولار، بينما البستور جروب والبستور بارت اوف ذا نوز يروح ريترو فارنجيال تبع الفارنكس، يعني اللي قدام تبع الوش سب مانديبولار واللي ورا تبع الفارنكس ريترو فارنجيال، والاثنين يروحوا بعد كده للابر ديب سيرفايكال ليمف نود. نسبه ان يعمل ليمفاتيك سبريد 15%، مش كومن على فكره ان يعمل ليمفاتيك سبريد اللي هو المالجنت تيومر اوف ذا نوز اند ساينسز. البلاد سبريد لبلب او بولبول لانج ليفر بون برين، كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، وعينك على اللانج، اللانج مينلي، يبقى لانج ليفر بون برين، تمام. البروجنوزيس باد، ليه؟ لان النوز والساينسز نير ذا اوربت اند برين، علشان كده البروجنوزيس باد. وبالمناسبه في واحد اسمه اونجرين جه وعمل اونجرين كلاسيفيكيشن للتيومر، خد خط من الانر كانثس للانجل اوف ذا ماندبل، من الانر كانثس من هنا للانجل اوف ذا ماندبل هنا. اونجرين، اونجرين كلاسيفيكيشن اوف مالجنت تيومر اوف ذا نوز، وقال لك لو في كانسر جه تحت الخط ده يبقى اسمه انفراستراكشر، ده ليه جود بروجنوزس. لو جه كانسر فوق الخط ده سوبرا ستراكشر، ليه باد بروجنوزس. باد ليه؟ لانه نير ذا اوربت اند برين، تمام. ده الاونجرين كلاسيفيكيشن. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع المالجنت تيومر اوف ذا نوز اند ساينسز. اولا انا انسى خالص ان انا دكتور اي ان تي، انا دكتور اورام، جات لي واحده بكانسر بريست، تمام. ايه الاعراض اللي ممكن تجي لها؟ اولا انا عندي كلكعه هنا يا دكتور، بريست ماس او بريست لامب، ده مانيفيستيشن اوف ذا برايمري تيومر. البرايمري تيومر ده ممكن يكون عمل انفيجن للثوراسيك كيج والماسل والانتركوستال والكلام ده، يبقى مانيفيستيشن اوف لوكال سبريد. ممكن يكون اكستندد للاكزيلا ليمفاتيك، يبقى مانيفيستيشن اوف ليمفاتيك سبريد. ممكن يكون بلاد سبريد لانج ليفر بون برين، مانيفيستيشن اوف بلاد سبريد، يبقى ده السيمبتوم. نيجي للساينس، انا دكتور اورام لما اجي اكشف عليها اكشف على البرايمري تيومر اللي هو البريست ماس، اكشف على اكزيلاري ليمف نود علشان اشوف فيه ليمفاتيك ماتاس ولا لا، اكشف جنرال علشان اشوف فيه بلاد سبريد ولا لا. يبقى هي دي الحدوته بتاع اي كانسر، هي ده الديالوج او 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 السكه اللي همشي فيها في اي كانسر. يبقى اذا الكلينيكال بيكشر السيمبتومز، سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر، تمام، سويلنج هنا مثلا، سيمبتومز اوف ليمفاتيك سبريد، سيمبتومز اوف بلاد سبريد، تمام، وفي النص سيمبتومز اوف لوكال سبريد. نيجي للسيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر. لو تيومر في النيزال كافيتي، لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتلي يونيلاترال، يبقى يونيلاترال نيزال اوبستراكشن، ديستشارج، ايبستاكسس، ان بي حمراء. لو اي اولد ميل، الكانسر اكتر في الاولد والميل، عنده يونيلاترال نيزال اوبستراكشن، ديستشارج، بالذات لو الديستشارج ده اوفنسيف علشان نكروس للتب، تمام، ايبستاكسس، لازم اشوف النوز كويس، 2 بي مالجنت تيومر. يونيلاتراليتي از ساين اوف تيومر. يبقى ده لو تيومر من النيزال كافيتي، يونيلاترال نيزال اوبستراكشن ديستشارج ايبستاكسس. لو تيومر من المجزيلاري ساينس، المجزيلاري انترم ده مش هيبان، كانسر ومال الساينس مش هيبان الا لو كبر قوي وزق العظم بتاع الخد، زق العين لفوق، زق السنان لتحت وهكذا. يبقى اذا تيومر اوف ذا ماجزيلاري انترم وماجزيلاري ساينس المانيفستيشن بتاعه مانيفستيشن اوف لوكال سبريد، مانيفستيشن اوف لوكال سبريد اللي هو داون وورد للسنان، يعمل ايه؟ دنتال بين، لوزنينج للتيث، السنان تقع وتعمل مالجنت اورو انترال فيستولا. ابورد اكستنشن هيروح للعين، الاوربت اهي هيروح للعين، بروبتوزيس، اوفثالموبليجيا، ديمينيوشن للفيجن. طب بوستيريور من المجزيلاري ساينس، ورا المجزيلاري ساينس، تريكويد فوسا، تريكوبلاتاين فوسا،
اللي فيها مين؟ اللي فيها الترجوع ماسل، تمام، اللي هو الانفرا اوربيتال نيرف الاكستنشن بتاعه اللي هو الاكستريميتي بتاع الانفرا اوربيتال نيرف، تمام، اللي هو المكسيلاري نيرف. المكسيلاري نيرف بعد كده بيبقى انفرا اوربيتال في التريجوبلاتين فوسا، وبالتالي هيضغط على المكسيلاري نيرف وهيضغط على التريجويد ماسل. يضغط على التريجويد ماسل سبازم ان ابيليتي اوبن ذا جو، تمام، حصل فيكسيشن للتريجويد، وبعدين يضغط على المكسيلاري نيرف يجيب له تنجلينج ونمنس، وبعد كده وبين الاول وبعد كده اناثيزيا، يحصل لوس اوف سنسيشن لما يضغط على المكسيلاري نيرف من التشيك. طيب انتيرو اكستنشن لقدام انترو لاترال يعمل تشيك سويلنج فانجيشن والسريشن. طب ولو المكسيلاري ساينس ده الكانسر اللي فيه امتد ميديالي يروح للنيزل كافيتي، هيعمل مانيفستيشن بتاع النوز، يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديسشارج اند ديستاكسس. اذا هو المانيفستيشن بتاع المكسيلاري ساينس تيومر مانيفستيشن اوف لوكال سبريد، اللي هو يطلع ينزل لتحت للسنان، يطلع لفوق للاوربت، يرجع على ورا الترجو بلاتين فصة، يطلع على قدام الخد، يروح ميديال للنيزل كافيتي. طيب تيومر في الاثمويد والروف اوف ذا نوز هيبقى المانيفستيشن بتاعته مين لايه؟ طبعا هنا الفاكتور نيوروبثيوم النوزميا، يوصل للعين بسهوله لانه فوق جنب العين بروبتوزس ودمنيوشن للفيجن، يطلع انتراكرينيال سي اس اف راينوريا، تمام. نيجي للسيمتومز اوف لمفاتيك سبريد، كونك تشوف في لمف نود متاس للكانسر بتاع النوز والساينسز 15% من الحالات، هتحس يا السب مانديبولار يا الابر ديب سيرفايكال يا الاثنين، تمام. ريتروفارينجيال امبالبابل لو البستيرو بارت. نيجي لبلاد سبريد لانج ليفر بون برين لبلب، يروح لللانج يعمل ثلاث حاجات كف وموبتس وشست بين، يروح للليفر يعمل ثلاث حاجات برضه اللي هو ابدومينال بين جونتس واسايتس، يروح للبون بوني اكس وباثولوجيكال فراكشر تكسير في العظم والعظم يتكسر بسهوله وذوت ميجور تروما بمينيمال تروما، يروح للبرين انكريز الانتراكرينيال تنشن ثلاث حاجات هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن، تمام. يبقى لانج ليفر بون برين لبلب او بلبل، ده سيمتومز اوف بلاد سبريد. نيجي للاكزامينشن بقى، خلصنا كده ايه السيمتومز بتاع العيان، نيجي للاكزامينشن. الست بتاع كانسر بريست نرجع لها تاني، انا عندي كل كعه هنا يا دكتور ماس هنا، تمام، وبعدين هكشف على الماس وبعدين اكشف على الاكزيلا علشان الليمف نود وبعدين اكشف جنرال، نفس الكلام. الراجل ده جاي يقول لي ايه، مناخيري مسدوده وعندي ماس هنا يا دكتور، هكشف على النوز انتيرو راينوسكوبي لوكال اكزامينشن، هكشف على رقبته الحته دي اشوف في الليمف نود ولا لا، اكشف جنرال تو اكسكلود ديستنت ميتاستاسيس. يبقى اذا لوكال اكزامينشن النوز، هكشف بقى انتيرو راينوسكوبي ونيزل انتوسكوبي، الاقي يونيلاترال نيزل ماس، يونيلاتراليتي از سين اوف تيومر اهي، ممكن الاقيها الريجولار فليشي ات بليدز اون تاتش لانها كانسر، ات بليدز اون تاتش دي كلمه مهمه جدا، فرايبل بتتهتك بسهوله، تمام. اكشف على النك علشان اكسكلود لو في لمف نود ميتاستاسيس، تمام، اكشف جنرال تو اكسكلود ديستنت ميتاستاسيس، حتى فيها دم اهي المس اللي انت شايفه قدامك اهي، ات بليدز اون تاتش فرايبل. نيجي للانفستيجيشن، اهم اثنين انفستيجيشن في اي تيومر سي تي وبايوبسي. سي تي بتبين السايت والسايز والاكستنشن، وانا مديله صبغه بتبين لو في لمف نود، وهنا كمان بتبين بوند ستراكشر بالمناسبه اهي، ده سي تي، ده سي تي، دي كرونال ودي اكزيال، تمام، كرونال كات واكزيال كات او فيو، يبقى في بوند ستراكشر اهو واصله تيمبرال وانفرا تيمبرال فصه، كل ده وداخله جوه الاوربت وداخله جوه النيزل كانت الناحيه الثانيه، تمام، كل ده. يبقى اذا سي تي باينت للسايت والسايز والاكستنشن، ولو في لمف نود هتبان، كانت بانت في الحته دي ما واخد صبغه، وباينت لي بوند ستراكشر. طب ممكن اعمل ام ار اي؟ هي السي تي باين البون احسن، والنوز معظمها بون بقول ماكزيلا، لكن في تو امبوردنت ستراكشر سوفت تشو في الحته دي، الاوربت والبرين الاي والمخ، طب اعمل لهم ام ار اي؟ يبقى ام ار اي علشان ادلينيت السوفت تشو احسن، اللي هي الاوربت والبرين، اشوف انترا اوربيتال او انترا كرينيال اكستنشن. بايوبسي، هتاخد بايوبسي ازاي؟ ما احنا قلنا اهم اثنين انفستيجيشن سي وبايوبسي، هتاخد بايوبسي ازاي؟ بنيزل اندوسكوب اندر لوكال اناثيزيا برشه زيلوكين سبراي بينج موضعي، ممكن من غير بينج اصلا ما بيحسش بيها جامد، تمام، يبقى نيزل اندوسكوبي واروح مدخل منظار واخد بايوبسي لوكال اناثيزيا. التريتمنت بقى بتاع الكارسينوما اوف ذا نوز اند ماكسيلا،
او الساينسز نوزل ساينسز. اولا ده البروجنوزس فيري باد، وبالتالي لازم كومبايند ثيرابي. يعني ايه كومبايند؟ يعني ما ينفعش سنجل موداليتي، ما ينفعش نوع واحد من التريتمنت. يعني ما ينفعش تقول سيرجيكال اكسجن وتقعد، ده لازم سيرجيكال اكسجن واحرقه مكانه بريديو ثيرابي علشان لو في بقايا سيلز، تمام؟ لان البروجنوزس فيري باد، يبقى كومبايند تريتمنت سيرجري جراحه زائد بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي، بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي، تمام كده؟ طيب قبل ما نتكلم على الجراحه والبوست اوبرتيف ريديو ثيرابي اللي هي دي كيوريتيف تريتمنت، هو العين جالك ايرلي ولا جالك ليت؟ جالي متاخر مثلا ليت، يعني ايه ليت؟ في ديستنت متاسس خلاص، مهما تشيل خلاص الموضوع انتهى، يبقى ده تريحه لغايه ما يموت، بالياتيف تريتمنت، علاج الدكتور عايده في اوبرا عايده، لو انت فاكر التمثيليه، علاج الدكتور عايده في اوبرا عايده لما ريحت الراجل لغايه ما مات. فالعيان ده بيتالم، تديله مسكنات قويه للالم، تمام؟ هو ده الانديكيشن بتاع البين كيلرز، المخدرات بتدينه مورفين. العيان ده بالك كبير للتيومر تشيله وهكذا، دي اسمها باليشن، بتريحه لغايه ما يموت، بالياتيف تريتمنت. امتى تلجا للبالياتيف تريتمنت ده؟ في حالتين، لو في انتراكرينال اكستنشن خلاص هوبليس، او لو في ديستنت ميتاستاسيس خلاص هوبليس. يبقى في حالتين، انتراكرينال اكستنشن او لو في ديستنت ميتاستاسيس، تمام الكلام؟ على فكره لو وصل الاوربت بشيل اوربت، ده مش كونترا انديكيشن لكيوريتيف، لكن لو وصل انتراكرينال خلاص انتهى الموضوع. طيب ايه البالياتيف تريتمنت بقى؟ بين كيلرز سترونج انالجيزكس بتدينه مورفين، بالياتيف سيرجري لو في بالك كبير اشيل جزء من الجراحه لان البلك ده عامل بين ودايس على النيرفز، تمام؟ بالياتيف ريديو ثيرابي اديله ريديو ثيرابي يكشش التيومر شويه يقل الالم، بالياتيف كيمو ثيرابي برضو اديله علاج كيماوي يكشش التيومر يقل الالم، الهدف بتاعي اريح العيان لغايه ما يموت، ده البالياتيف تريتمنت. اما الكيوريتيف اللي هو الاولاني ده، بشيل التيومر بالجراحه واديله بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي. الجماعه اليابانيين بيعملوا حاجه لذيذه جدا كمان، يعمل سب للمجزيلاري انترام كارسينوما مثلا، مجزيلاري سينس كارسينوما، يعمل سب ليبيال انسيشن ويشيل نص التيومر، يشيل جزء من التيومر، وروح جايب 5 فلورو يوراسيل اللي هو كيمو ثيرابي على شاشه، وروح حاططها جوه الساينس وقافل، وبعد كام يوم يروح فاتح وشايل الكيمو ثيرابي ده، ويكون التيشو اللي حواليه ماتت بالعلاج الكيماوي، فيشيل النكروتيك تيشو ويحط تاني كيمو ثيرابي 5 فلورو يوراسيل، ويسيبها كام يوم وبعدين يفتح وهكذا، تمام؟ يبقى ممكن كيموثيرابي مي بي يوزد. الكيوريتيف تريتمنت العادي الكلاسيكي اللي هو ايه؟ هتشيل سيرجري وتديله بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي. ايه هو السيرجري؟ سيرجري للبرايمري تيومر وسيرجري للليمف نود لو في ليمف نود ميتاستاسيس. يعني الست اللي عندها كانسر بريست هشيل لها البريست وهشيل لها الاكزيلاري ليمف نود لو عامله اكزيلاري ليمف نود ميتاستاسيس. بص بقى هنا، هشيل التيومر وهشيل الليمف نود. تشيل الليمف نود بتاع الرقبه دي اسمها راديكال نيك ديسكشن، دي هناخدها ان ديتيلز في الكانسر لارينكس، في موضوع الكانسر لارينكس في الثروت. راديكال نيك ديسكشن بشيل كل الليمفويد تيشو بتاع نص الرقبه من المانديبولا اوف للكلافيكيل بلو، من الميد لاين انتيرو انتيرو بوردر اوف ترابيزيوس بوستيرو، كل الليمفويد تيشو تتشال مع شيل شويه امبورتنت ستراكشر، ده راديكال نيك ديسكشن لو في الليمف نود بتاعه. ده الليمف نود للبرايمري تيومر بقى اكوردنج للسايت بتاعه. لو في الميديا لولو في ماكسيلا هنا، يبقى هفتح واعمل ميديا الماكسيلكتومي. لو في الميديا اللاترال لولو في دانوز اللي هي الميديا لولو في ماكسيلا، يبقى اذا ميديا الماكسيلكتومي ثرو لاترال راينوتومي. الانسيجن ده اسمه لاترال راينوتومي، مورس لاترال راينوتومي، من الانر كانثس للهيلا اوف دانوز هنا لاترال للنوز، وافتح واشيل، تمام؟ خلي بالك الكانسر ما ينفعش تشيله بالمنظار، لان لازم سيفتي مارجن حواليه، تمام؟ لازم تفتح وتشوف رايح فين وجاي منين. يبقى اذا لو ليميتد الميديا لولو في ماكسيلا اللي هو لاترال لولو في دانوز، افتح لاترال راينوتومي انسيجن واشيل ميديا لولو في ماكسيلا، يبقى ميديا الماكسيلكتومي. طب لو هو في الانفيرولو في ماكسيلا في البلد هنا، اعمل سبليبيل انسيجن واعمل اكسيجن للبلد اللي هو بلاتر ريسكشن. بلاتر ريسكشن في ناس بيسموها كلمه وحشه بلاتيكتومي، ما بحبهاش، تمام؟ طبعا بيكون جنبك دكتور السنان جاي معاك بتاع التركيبات، بعد ما بتشيل بلت بالسنان بتاعته بيحط بلت صناعي بسنان معايا، يبقى بلاتا ريسكشن لو كان في الانفيرول اوف ماكسيلا ثرو سبليبيال انسيجن،
طيب بص بقى، لما كان في الميديا الاول في ماكزيلا هنا، فتحت ميديا للنوز وشلت الميديا الاول في ماكزيلا. طب لو الكانسر ده امتد لاترال لكل الماكزيلا، يبقى شيل كل الماكزيلا، يبقى مد الانسيجن، كان هنا لاترال راينوتومي، مورس لاترال راينوتومي، اروح مد للشفه اللي فوق قطعها قصصها، واروح مدد الانسيجن في اللور ايليد وفاتح الوش زي الكتاب، واروح شايل كل الماكزيلا بالبلد بالسنان بكل حاجه، ومعايا دكتور السنان برضو بيركب حاجه صناعيه مكان الماكزيلا بالسنان ببلد صناعي بكل ده. يبقى اذا توتال ماكزيلكتومي. الانسيجن بقى اسمه ايه؟ لما كان ليميتد هنا اسمه مورس لاترال راينوتومي، لما مديته للور ايليد للور للابر ليب واللور ايليد بقى اسمه ويبر فرجوسون انسيجن، اللي هو اهو وهو وده الوش هنا مورس لاترال راينوتومي. لما مديته كده للشفه اللي فوق واللور ايليد وفتحت الوش زي الكتاب اسمه ويبر فرجوسون انسيجن. طب ولو واصل للاوربيتال بريوستيوم انفيدد، الاوربيتال بريوستيوم انفيدد، اعمل اوربيتال اكسنتريشن. تمام، ده لو جاست انفيدنج الاوربيتال بريوستيوم. طب ولو واصل للروف اوف ذا نوز كرينيو فيشر ريسكشن، خلي بالك انا ما قلتش انتراكرينيال، انتراكرينيال ده بالياتيف. لو مجرد واصل للروف اوف ذا نوز، بيجي دكتور المخ والاعصاب يفتح من فوق وانا افتح من تحت. تمام، هو يزق لي من فوق وانا اشد من تحت، كرينيو فيشيال ريسكشن، وبعد كده نقفل كرينيو فيشيال ريسكشن يشيل. تمام، ده لو واصل للروف اوف ذا نوز. اما لو واصل انتراكرينيال اكستنشن ده البالياتيف اللي احنا قلناه، يبقى ده اللي هو السيرجيكال تريتمنت، بعد كده اديله بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي. خلصنا كده المالجنت تيومر، نيجي للسيس اوف ذا نوز اند ساينسز، دي اخر حاجه هي وكونجنتال نيزال ماسز اللي هي بتاع الاطفال. السيس اوف ذا نوز اند ساينسز، اولا ممكن يبقى ديرمويد سيست اللي هو النيزال ديرمويد زي ده، وده منظر بنشوفه مش قليل. ديرمويد سيست، ممكن سيست طالع من السنان اسمه اودونتوجينيك سيست، اودونتوجينيك سيست. ممكن سيست مش طالع من السنان نون اودونتوجينيك سيست. ممكن ميوكوسيل، مش الميوكوسيل كان سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس، سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس. يبقى اذا انواع السيست في نوز اند ساينسز واحد من اربعه، يا ديرمويد، يا طالع من السنان اودونتوجينيك، يا مش طالع من السنان نون اودونتوجينيك ملوش دعوه بالسنان، يا ميوكوسيل. تمام، الديرمويد سيست او النيزل ديرمويد، النيزل ديرمويد ده الكومنست ميد لاين سويلنج اول اوفر ذا بودي. بص بقى ما عدا النك، النك ثايروغلوسال سيست. بص الديرمويد سيست او النيزل ديرمويد اولا يجي في الميد لاين على الدورسم اوف ذا نوز هنا اهو، يوجوالي في الميد لاين، مع اني شفتها لاترال كتير، لكن الكومن ميد لاين بيبقى كونكت، احيانا يبقى كونكتد بالانتراكرينيال ستراكشر بفايبرس تراك خارم الفورامين سيكم هنا اهو، وداخل جوه المخ بفايبرس تراك. على فكره في الحاله دي لازم تشيل الفايبرس تراك لما تيجي تشيل الديرمويد سيست ده. التريتمنت بتاعه احيانا تلاقي طالع منه شعره هنا على فكره، ديرمويد. التريتمنت بتاعه سيرجيكال اكسيشن وليه ابروتش معين مع الفايبرس تراك بتاعه والا يريكير، ده الديرمويد. نيجي للاودونتوجينيك سيست، اودونتوجينيك يعني سابق طالع من اوريجن دنتال اوف دنتال اوريجن السنان. في حاجه اسمها دنتيجرس سيست، جي من جينيسيس تكوين، التكوين ما كانش مظبوط. وفي حاجه اسمها دنتال سيست، دنتال من دنتال كيرس، تسوس الاسنان دنتال كيرس. تمام، وفي حاجه اسمها سيستيك ديجنريشن الادامنتنوما، اظن دي سهله لسه واخدينها. ده الادامنتنوما ده عباره عن مالتيبل سيست اللي هو الولد ده، الادامنتنوما مالتيبل سيست معايا، يبقى سيستيك ديجنريشن الادامنتنوما اللي هي لوكالي مالجنت تيومر. نيجي بقى للدنتيجرال سيست، دنتج جي يعني تكوين جينيسيس. تمام، يبقى طالما تكوين يبقى تحصل ان تشيلدرن، الايج ان تشيلدرن. تمام، تحصل حوالين الان ايربتد توث، السن بدل ما تطلع فيرتيكال او تنزل فيرتيكال اوبليك او بالعرض اهي جت اوبليك، فتكون سيست حواليها ما حصلهاش ايربشن ما ظهرتش، فبقت فورم بودي لانها ابنورمال ديب، فتكون حواليها سيست، يبقى ات اوكيرز اراوند الان ايربتد توث. ماشي، دي بتحصل في الاطفال علشانها تكوين
لكن انا شفتها في 20 سنه 30 سنه، افرض ما جالكش غير وهو كبير، لو عملت له اكس راي او سي تي تلاقي السنه وحواليها السيست زي الصوره اللي انت شايفها دي، السنه وحواليها السيست. لما تيجي تشيلها التريتمنت بتشيلها هي وسنتها، بتشيلها هي وسنتها. ده بالنسبه لدكتور الاي ان تي بيشيل السيست وسنته. بالنسبه لدكتور الاسنان بيعملها احسن مننا ازاي؟ بيشيل السيست وري دايركت السنه لو السنه لسه هيلثي. ده بالنسبه للدنتجرس، جي يعني جينيسيس فطلعت غلط. اما الراديكولار او الدنتال سيست، دنتال من دنتال كيرس، فعلشان تسوس السنان يعمل سيست تيكس تايم، يبقى بيحصل في الادلتس، الايج في الادلتس لانه عايز وقت. تحصل حوالين الانفكتد توث اللي فيها دنتال كيرس، اهي السنه دي فيها دنتال كيرس، شوف ضعفان على السنان اللي جنبها، الروت بتاعها انفكتد فعملت سيست. ده حوالين الروت اوف انفكتد توث، حوالين الروت اوف انفكتد توث. لو عملت له اكس راي او سي تي هتلاقي السيست حوالين الروت اوف انفكتد توث. التريتمنت طبعا السنه بايظه، يبقى اكسجن للسيست والسنه. دول اللي هم الاودونتوجينيك سيست، يا دنتجرس يا دنتال يا سيستيك ديجنريشن. انا ادمنتهم. النون اودونتوجينيك بقى اللي هم ما لهمش دعوه بالاسنان، في حاجه اسمها النيزو بالاتاين. نيزو بالاتاين تيجي هنا في الانسايس الفصه، ما هي اسمها نيزو بالاتاين اهي، ده النيزو بالاتاين سيست، سيست في النص هنا عند الانسايس الفصه ما بين النيزو والبلد، ده النيزو بالاتاين. اما النيزو ليبيال او النيزو الفيلر ما بين النوز والالفيروس او بين النوز واللب، يجي هنا اللي هو ده ويرفع الالا اوف ذا نوز زي ما هو رافع في الصوره كده، ده نيزو الفيلر او نيزو ليبيال سيست. تمام، ده بيجي من الريمينانتس بتاع النيزو لاكريمال داكت، واحده من الابيثيليوم سيبريتد فكونت سيست، ويليفيت الفلور اوف ذا نوز كده ويليفيت الالا اوف ذا نوز. معايا؟ ده النيزو الفيلر او النيزو ليبيال سيست، ملوش دعوه بالسنان بقى، يبقى نيزو بلاتاين ونيزو الفيلر. والميوكوسيل احنا خدناه قبل كده اهو، سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس، ده انواع السيست. ده ديرمويد سيست اهو، كان جاي لاترال شويه مش في الميد لاين، ده اكسبشن، وكان واصل انتراكرينيال تراك اهو، يعني وانا بشيله التراك اهو. تمام، امسحه لك علشان تشوفه. تمام كده، نيجي للكونجنيتال نيزل ماسز. ثلاثه كونجنيتال نيزل ماسز يخوفوا، اولا النيزل ديرمويد اللي انت قلتها لي. تمام، تيجي في الميد لاين على الدورسوم اوف ذا نوز، وممكن يكون لها انتراكرينيال اكستنشن، والتريتمنت بتاعها سيرجيكال اكسجن. في حاجه اسمها انكفالوسيل. يعني ايه انكفالوسيل؟ هرنيشن اوف انتراكرينيال كونتنت جوه النوز، في سكال بيست افكت، فالمننجيس هرنييتد نزلت جوه النوز بالسي اس اف اللي فيها بالسب اركنويد سبيس، يبقى ده عباره عن ايه؟ مننجوسيل. ممكن جواها برين تيشو انكفالوسيل، ممكن برين تيشو ومننجيس مننجو انكفالوسيل معايا، يبقى هرنيشن اوف برين كونتنت انتو ذا نوز ثرو سكال بيس ديفكت. يعني هي بتمنتين بيتنت داكت مع الانتراكرينيال كونتنت، في بيتنت داكت اهو، لدرجه لو العيل عيط تلاقيها بتكسباند، بتعمل بالستايل ماس، بالستايل ماس جوه النوز. تخيل بتكبر اون كراين، ودي ساين معينه لها اسمه والحاجات دي، يبقى بالستايل، ولو دوست عليها ممكن تكش شويه كومبريسبل، بس بتكبر اون كراينج مع الحزم، يبقى دي بتمنتين بيتنت كونكشن مع الانتراكرينيال كونتنت، ده الانكفالوسيل. خطورتها انها بتلمع جواها سي اس اف، فلما تيجي تكشف على عيل زي ده تلاقيها بتلمع زي البوليب، يا ويلك لو شلتها، تلاقي السي اس اف نازل، ممكن ايدك تطولها وتشدها تفتكرها بوليب عاديه، لا خلي بالك تكير، ده انكفالوسيل. تعرفها ازاي؟ انها بالستايل لان الديورة بتبلسيت، زائد انها بتكسباند مع الكراين، بتكسباند مع الكراين. نيجي للجلايوما، تالت واحد الجلايوما، ده برين تيشو انفصلت وراحت للنوز، اكتوديرمال تيشو او ديورال تيشو، تمام، انفصلت وراحت للنوز. ممكن يبقى فيه فايبرس كونكشن مع الانتراكرينال كافيتي وممكن لا، لكن مفيش بيتنت كوميونيكيشن زي الانكفالوسيل، مفيش بيتنت كوميونيكيشن، ده الجلايوما، ده برين تيشو انفصلت.
الانفستيجيشن طبعا سي تي، اوعى تقول كلمه بايوبسي دي، سي تي علشان اشوف، وام ار اي كمان. دي سي تي اهي اهو، ده كان ديرمويد على فكره. عايز اعرف ليه انتراكرينال كونكشن ولا لا، عملت له ام ار اي علشان يبين الانتراكرينال كونتنت، لقيت مفيش انتراكرينال كونكشن، يبقى سي تي وذ كونتراست وام ار اي او ام ار اي او الاثنين. التريتمنت بتاعه بتاع اي حاجه فيهم هما الثلاثه، سي ان نيزل ديرمويد او انكيفالوسيل او جلايوما، سيرجيكال ريموفال اوف ذا ماس، ولو لها تراك بشيل فايبرس تراك، ولو لها بيتنت كوميونيكيشن لازم تشيل كل التراك ده حتى لو بيتنت، وتريبير للسكال بيز ديفكت، تجيب حته عظمه وتعمل لها ريبير للسكال بيز ديفكت من جسم العيان. تمام، يبقى لازم يتشال هو والضغط بتاعه او الفايبرس تراك.